السلام عليكم. ضيفنا في هذا اللقاء الخاص رجل دولة، سياسي ذكي ومحنك، يحظى باحترام حتى خصومه. من صفاته صنعه الحدث رغم قلة ظهوره، يملك القدرة على الإقناع في كل ما يقول. باختصار، الضيف هو السيد أحمد ويحيى، الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي، الوزير، وزير الدولة، مدير الديوان برئاسة الجمهورية. أهلا وسهلا بكم سيدي، وشكرا على تلبية قناة الجزائر نيوز. شكرا لكم. أنا شخصيا، وبعد بسم الله الرحمن الرحيم، أولا أشكركم على تقديم الدعوة، أنتم شخصيا وقناة الجزائر نيوز عامة، ومن خلالكم كذلك أود في البداية أن أحيي الجمهور والمتفرجين لقناتكم، وإن شاء الله نكون في مستوى هذه الحصة بإذن الله. سيد أحمد ويحيى، بما أنكم من المقربين، وسيكون السؤال الأول يتعلق بأهم خبر يريد أن يسمعه الجزائريون في هذا اللقاء الخاص. سيد أحمد ويحيى، أنتم من المقربين جدا من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، كيف حال الرئيس بوتفليقة؟ السيد رئيس الجمهورية حمد الله على معطاه، الكل يعرف باللي كان أصيب بمرض، الحمد لله شفاه ربي، ما هوش الصحة اللي كان فيها في سنة 2010 ولا في سنة 2011، لكن طمن الشعب الجزائري مرة أخرى، وكنت قلتها في 2014، أن سيادة الرئيس بخير، وسيادة الرئيس يقود البلاد مدنيا على مستوى الحكومة والشؤون السياسية، عسكريا كقائد أعلى للقوات المسلحة، ودبلوماسيا كممثل السيادة الجزائرية في الخارج. سيد أحمد ويحيى، أكيد أنكم تابعتم في الآونة الأخيرة حديث كثير قيل عن وضعه الصحي، وأيضا عن قدرته في التسيير وإدارته لشؤون البلاد. هل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة هو من يقرر؟ سبحان الله سبحان الله يا أخي الكريم، أنا ما وش سؤال تاعك اللي يحرج، أنت تنقل شيء موجود في الساحة. أنا نقول الجماعة اللي تتكلم هذا الكلام، ما هو هدفها؟ الهدف تاعها الأسال الرئيس كان ممكن يسعاول هذا الشيء هذا قبل الانتخابات، يعني يمشي الشعب ما يمشي الشعب، الآن راه رئيس جمهورية بحكم قرار الشعب السيد. إذا الآن هذا الكلام هذا واش هو المنتظر منه من طرف جماعته؟ هل زرع التخويف عن الشعب الجزائري؟ أقول هل هذه مهمة أي سياسي كان، حزب أو شخصية؟ هل المساس بصورة الجزائر ومؤسسة الجزائر في الداخل ولا في الخارج، هل هذا كذلك هدف معارض، شخصية، حزب؟ أقول وأكرر أن رئيس الجمهورية يسير البلاد ويقودها ومالك كل قدرات باش يتكفل بمهامه. وأضيف، يعني نقراو العجائب والغرائب، رئيس الجمهورية ما راهوش، سمح لي نستعمل كلمة بفرنساوية، ماهوش في كاشو مقفول عليه في مطمورة، قال لك لا ماهوش يوصل له الخبر. الرئيس عنده حكومة ورئيس حكومة يخدموا تنفيذا، ينفذوا برنامجه ويقدموا له العروض وياخذوا منه التوصيات والتوجيهات والتعليمات، عنده مثل ما قلت لك قوات مسلحة بغض النظر على وضعه وزير الدفاع يسيرها في إطار صلاحياته من خلال قائد الأركان وزير نائب وزير للدفاع الوطني، وقايم بالسياسة الخارجية، فالرئيس يسير البلاد. أنا أقول للشعب الجزائري الكريم، لأنه أم البيت، أطمئن على شؤون الجزائر، رئيسك قائم بواجبه. نعم، هناك من طلب لقاء الرئيس بوتفليقة السيد أحمد ويحيى، وتتابعون ما يحدث الآن كما قلتم قبل قليل، وقعوا رسالة تحت عدة مسميات من أجل لقاء الرئيس. هم يعني لم يستغربوا ربما طلب بقدر ما استغربوا رد فعل المحسوبين على الرئيس، يعني ما تعليقكم سيد أحمد ويحيى؟ إذا كان المحتوى تاع الرسالة نظن رديت عليه في الجواب السابق، إذا كان تعليقهم على مساندي الرئيس، إذا كانت الساحة السياسية هذه والتعددية السياسية يسمح فيها فقط الانتقاد ولا يسمح فيها سماع صوت المساند، فأقول أنها تعددية غريبة. إذا كان هناك أحزاب وشخصيات وفعاليات في الساحة مساندة رئيس الجمهورية، دورها السياسي كذلك توقف معاه
في تنفيذ برنامجه وتوقف معه في الرد على المساس بكرامته أو بمكانة المؤسسة الرئاسية، كنت مثل ما كنت نقول على مستوى الرأي العام الجزائري أو الرأي العام الأجنبي. سيد أحمد يحيى، هل من السياسة أن ينقلب من كان مع الرئيس على الرئيس ويصبح في المعارضة في يوم من الأيام بعدما كان مساندا للرئيس في سنوات مضت؟ يعني هل هذا من السياسة حسب اعتقادكم؟ والله لو سمحت لي يا أخي الكريم ما نزيد حتى تعليق على الجماعة هذا، نقولك علاش. نعم. لأنهم لا حدث والآن يعيشوا بالتعليق، ومانيش أنا باش نزيد في إطالة عمر المبادرة تاعهم. طيب، بعيدا عن هذه المبادرة، تصريح لوزير سابق، وزير أو رئيس حكومة سابق، قال إن الدولة تستغل إطاراتها، يعني وهذا التصريح تعرفون مما صدر. نعم. سيد أحمد ويحيى، هل فعلا الدولة أو النظام يستغل إطاراته كما استغل هذا الذي قال هذا التصريح؟ وأنتم تشعرون، هل تشعرون بأنكم فعلا مستغلون سيد أحمد ويحيى كإطار في الدولة؟ هذا انتقاد معارض يقبل كانتقاد جاي من المعارض. المعارضة في الجزائر في انتظار أن تكون لها برامج وتصورات وانتقاد بديل، بطبيعة الحال نشوف مع احترام لكل واحد، نشوف أن كثرة الكلام هي تراشق وشتم. الدولة تستغل إطاراتها، الإطار يجي في سن الرشد، ما نظنش واحد يجي يخدم في عمره مرهق كما يقولوا، جاي يؤدي مهمة، ما جاء لا يكسب مكانة لا يكسب شيء لا يستغل. خدمة الجزائر شرف، عندما ندخل هذه الفكرة هذه في الرأس نقول أن تجي تخدم البلاد وخاصة في بلاد تسمى الجزائر، وهذا يتطبق على الكل، لأن بلادنا بعد ما غابت في وقت الاستعمار ومن بعد ما دخلت العهد الدولة المستقلة ب 9000 قرية هدمها المستعمر، 3 ملايين مشردين راجعين للبلاد، وكل المصايب اللي كانت في الجزائر نقدر نقول أن باستثناء ربما 0.00 كذا بالمئة من الجزائريين والجزائريات، كل الباقي إذا كان صبحنا حاجة قرينا مهمة وظيفة حرة أو موظف، هذا كله الفضل يرجع للجزائر، قرات الناس وما زالت قري الناس. إذن عندما نأتي إلى خدمة الجزائر في وظيفة تاع إطار أو مسؤول سياسي أو وزير أو كذا، ما نظنش جينا من أجل ميدالية، جينا من أجل أداء واجب فيه أجيال ماتت باش تحرت الجزائر، الله يرحمهم شهداء ثورة نوفمبر، فيه أجيال ماتت باش تبقى لنا بلاد سنوات الإرهاب، هذو شهداء الواجب الوطني الله يرحمهم هم كذلك. إذا كان الناس قدمت خدمة عرقت سهرت في مكاتب أو في مصانع باش تساهم في بناء البلد، ما نظنش واحد قادر يقول الدولة تستغلهم مترمية. طيب سيد أحمد ويحيى، دائما في موضوع الرئيس ولكن من زاوية أخرى، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أبرق رسالة بمناسبة فاتح من نوفمبر تحدث فيها عن موضوع سياسي مهم يتعلق بتعديل الدستور، وقال بعبارة صريحة سيكون في القريب. يعني ما الذي يقصده الرئيس بوتفليقة بالقريب؟ يعني هل من آجال، خاصة أنكم كنتم يعني مشرفا على إدارة مشاورات خاصة بتعديل الدستور سيد أحمد ويحيى؟ هنا تسمح لي مدبيا نبقى نتكلم معكم في هذه الحصة هذه كأمين عام بالنيابة مثل ما يلح علي البعض لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، هذا ما يمنعش من حين إلى آخر تزويدكم وتزويد المتفرج بمعلومات. التوقيت الدقيق مول المبادرة هو يقرر، لكن أعتقد كقاري كسياسي في الساحة بعد ما قريت رسالة رئيس الجمهورية يوم 4 جويلية ليلة العيد الاستقلال، وشي في بيان مجلس الوزراء، وشي في رسالة 31 أكتوبر، أن هذا القريب تقرب. لماذا تقرب؟ لأن العملية عندها الآن حوالي 4 سنوات، ولا سمحت لي ناخذ دقيقة نشرح لكي البعض يقول لك الملف هذا بقى يعني صباح شبح. لا، العملية خرج بها سيادة رئيس الجمهورية في أفريل 2011 بالضبط، وجاء بمشروع خطاب في تلمسان في افتتاح سنة تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية، وجاء بسلة كاملة إصلاحات عديدة، وعلى ختيمتها كان تعديل الدستور. الاستشارة اللي قادها سي عبد القادر بن صالح الله يذكره بالخير رئيس مجلس الأمة شارك فيها البعض، قطعها البعض، شيء طبيعي في السياسة في الجزائر، ولدت 12 قانون
قوانين جد ثقيلة وهامة، قانون الأحزاب، قانون الانتخابات، قانون الإعلام، قانون مكانة المرأة في الساحة السياسية إلى آخره. قل كلها قوانين عضوية قد الكثير تقريبا عندك الحق. نعم. تقريبا كلها عضوية، مش كل الكل على كل حال، لكن في 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 ثقلها تقدر تعتبرها كلها عضوية. ثم جرت كذلك في نفس المناسبة استشارة حول الدستور، وعود الوزير الأول سعد الملك سلال استشار كذلك بتعليم ممسية الرئيس عدد من تقريبا كل الأحزاب في شهر نوفمبر إلى ما انشغلت 2012، لأن كان الرئيس أعلن أن التعديل يجي بعد الانتخابات الشرعية. مشات العملية، ربما كان الملف يخرج للنور في سنة 2013. جاء مكتوب الله، سيادة الرئيس مرض، الحمد لله رب شفاه، العملية أجلت، انتخابات رئاسية عودت، رجعت الملف رجع في 2014. صارت استشارة، خدا وقت. لماذا خدا وقت؟ ما لناش، سمحت لي العبرة، تحت رقاص ساعة، يعني ما لناش في فراغ دستوري. الرئيس أعطى الوقت، سمع الناس، انتقدوا كاش ما يزيدوا يعطوا أفكار إلى آخره. أعتقد أن التوضيحات اللي يعطيها سيادة الرئيس محطة بعد محطة على محتوى تعديل الدستور تدل أن العملية ما هيش بعيدة. الآن توقيت بالذات صاحب المبادرة هو اللي قرر إن شاء الله. سيد أحمد ويحيى، الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي، نعود إليكم ونعود أيضا إلى موضوع تعديل الدستور والأسئلة التي أدرجناها في هذا اللقاء الخاص. مشاهدينا الكرام، ابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا، نعود بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الأفاضل، نجدد ترحيب بضيفنا سيد أحمد ويحيى، عفوا، الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي. سيدي أحمد ويحيى، يعني تكلمتم في قبل الفاصل، تحدثتم في تعديل الدستور عن أن هذا الأمر يتعلق بالسيد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، من صلاحيته أن يحدد، لكن كرجل سياسي وعارف بخبايا وشؤون محيط الرئيس، يعني هل بإمكان الجزائريين على الأقل أن يعرفوا مثلا التاريخ الذي يمكن أن يعرض فيه هذا المشروع، سواء على البرلمان أو على الاستفتاء الشعبي؟ شوف، بارك الله فيك، مرة أخرى العملية فيما يخص هذا الجانب فيها زيادتنا على المحتوى بطبيعة الحال، فيها زوج أمور في يد وقرار سيد رئيس الجمهورية، هو أن هذا الحق حقه مدام هو اللي بادر، يعني الدستوريين قادر، الرئيس بادر، قادر البرلمان بادر. إذن الوقت، الشيء اللي نتكاهنوا، خليني نستعمل هذه العبرة هذه من منطلق الشرح اللي قدمته لك سابقا، مسار العملية هو أننا الآن وصلنا لباب الإفراج على المشروع. سؤالك الثاني المنهج، الطريقة، هناك سنين، والسنين الدستور خلاهم مفتوحين أمام رئيس الجمهورية. لولا ذهب الاستفتاء وصلاحيات رئيس الجمهورية، لما تمشي للباب تاع صلاحيات رئيس الجمهورية عنده كل الصلاحيات للذهاب للاستفتاء، وصارت قبل حتى لتعديل الدستور، صارت في 96، صارت في 89، مثل ما قادر يمشي للبرلمان. إذا مشى للبرلمان يصبح قانون، ويمشي لمجلس وزراء، ومجلس وزراء يمشي للمجلس الدستوري باش يقول إذا كان فيه مساس ب توازنات السلطات والحقوق والحريات إلى آخره، هل يمكن للبرلمان بغرفتيه يفصل فيه نهائيا يصدق عليه إذا كان صدق عليه، أو يمشي غرفة بغرفة كقانون ثم يمشي الاستفتاء. هذه سمحني نقول لك خليها من صلاحيات مو المبادرة أو الواقع. واحد ما قادر يقول لك، اللي يقول شيء آخر سمحني نقول لك راه يفتي، إلا رئيس الجمهورية اللي عرفوك تا يقرر، قال عاد الأسبوع الشهر المقبل نمشي بالملف. ممكن سؤال سيد أحمد ويحيى؟ نعم. ما الذي يفضله التجمع الوطني الديمقراطي، هل استفتاء شعبي أم التصويت عبر البرلمان؟ احنا هذا شكل ما عندناش فيه إحراج. لماذا؟ احنا مستعدين للمعركة مهما كانت، من منطلق أول قناعة مساندين هذا رئيس الجمهورية للمرة الرابعة من 99، من منطلق قناعة لخياراته وبرامجه إلى آخره، هللنا بالمبادرة نهار علنا عليها، شاركنا في الاستشارة،
كان اخي سي عبد القادر بن صالح هو اللي قدم في الاستشاره تاع 2014. كنت انا شخصيا العبد الضعيف، مشيت قابلت سيد رئيس مجلس الامه في الاستشاره تاع 2011. اذن راح النص للبرلمان نجند نوابنا وممثلينا في مجلس الامه، راح النص للاستفتاء الشعبي نجند قواعدنا ونمشي نساهم في الحمله مع باقي الانصار لسيد رئيس الجمهوريه. كيف سيكون توافقيا هذا الدستور الذي وعد به الرئيس بوتفليقة في ظل سيد أحمد ويحيى هذا الوضع السياسي الذي تعيشه الساحة اليوم في الجزائر؟ في التوافق هذا نعطيك رأينا في التجمع الوطني الديمقراطي. أعتقد أن رئيس الجمهورية منذ خطابه الأول في تلمسان مد يده للجميع لبناء توافق كونسنسوس بالاستشارة وثم الاستشارة وبعد الاستشارة. خلينا نكون واقعيين، واش موجود في الساحة السياسية اليوم مع احترامي لهم؟ فيه قطب كان قاطع الانتخاب الاستشارة في 2011 العدد من أعضاء هذا القطب، ثم قاطع الرئاسيات، ثم بقى ينادي بمرحلة انتقالية. فيه قطب آخر راح أبعد من ذلك، لا يعترف بشرعية الرئيس وبكل ما يأتي من الرئيس. هذا غريب في الديمقراطية بعد ما فصل الشعب، لكن هذا هو الواقع. الآن نسمع بعض الأصوات، بعض مش الكل، الباقي كثير منهم باقين في نفس الطرح. نسمع بعض الأصوات يقول لا لازم توقع فيها استشارة أخرى إجماع. يا بات شونتاج، سمحني نقولها بالفرنساوية، الجزائر لا تؤخذ رهينة. ونعطيك مثال، طولنا ربي العمر وكان لنا الشرف شاركنا في محطات مختلفة من حياة البلد المعاصرة. نذكرك بالحوار اللي كان جاري بعد ظهور المجلس الأعلى للدولة منتصف التسعينات، من بداية التسعينات، قادوا مباشرة المجلس الأعلى للدولة مع الرئيس علي كافي ربي رحمه برحمة الله، جماعة قطعت، ثم مشات أسسوا لجنة وطنية للحوار كان يقودها الأخ المجاهد حسن خطيب الله يطول في عمره، قاطع البعض. ثم مشاوا الندوة الوطنية للحوار أو الندوة الوطنية اللي خرجت رئيس الدولة 31 جانفي 94، خرجت الرئيس اليمين زروال الله يذكره بالخير كرئيس دولة، وكلفت الرئيس زروال ب تسير حوار باستثناء 5 أحزاب أنذاك، الكل قالك ما نتحاورش. طيب زيد تفوت 3 سنين تاع العهدة تاع الرئيس زروال ونقاو روحنا في حلزون، الدولة من خلال الرئيس رئيس الدولة سي لامين الله يذكره بالخير قرر قرار شجاع وقرار حكيم أن هاد البلد عندها مواليها، مشى للشعب. تتذكر الضجة اللي نادت كي تقرت الانتخابات تاع اللي صارت في نوفمبر 95، كيف ونقاطع ونعمل؟ الحمد لله الدولة عزمت والشعب استجاب. الآن رانا في وضع آخر تماما، لنا مؤسسات منتخبة، رئيس الجمهورية منتخب، وأحسن آخر تأكيد للشعب الجزائري جاء في أفريل 2014 بعد الضجيج اللي وقع كل، فعنده الحق يمشي يا للشعب مباشرة يا للمنتخبين الشعب. الاستشارة طال، هذا رأينا في التجمع، استشارة دامت وعطيت الفرصة للكل، فمن أراد أن يستشار استشير، من أراد أن يقاطع قرر المقاطعة. والإجماع ما هوش نص يصيغ التجمع الوطني الديمقراطي ولا تصيغ شخصية فلان أو حزب على. السيد أحمد ويحيى، بما أنكم شبهتم ما نعيشه الآن بسنوات التسعينات، ربما الجزائر لا معذرة فقط السيد أحمد ويحيى، الجزائر عاشت تلك الفترة داخليا أزمة داخلية الآن تعيشها على المحيط، يعني الضغوطات التي كانت تعيشها الجزائر سنوات الإرهاب وأيضا الوضع الاقتصادي الداخلي الآن تعيشه ولكن في محيطها الخارجي، تعيشه مثل باقي الشعوب. الجزائر مهدة بالإرهاب، أعتقد أن الإرهاب مع الأسف يهدد تقريب كل معمورة. الجزائر مهددة بعدم الاستقرار الموجود في ليبيا الشقيقة
اعتقد نهاية الشهر الأخ عبد القادر مساهل وزير الشؤون المغاربية راح يجمع وزراء كل الدول المجاورة، ثمان دول. الجزائر مهددة بالأوضاع اللي الحمد لله في طريق الزوال أزمة مالي، هذا تهديد نشاركوه مع باقي الناس، ما لناش في أزمة. نعم سيد أحمد وحيا، نبقى دائما في الشأن السياسي الداخلي. نعم. قبل أن ننتقل للملف الدولي سنعود إليه في بقية الحوار. الآن هناك تنسيقية الانتقال الديمقراطي أو ما سمي بهيئة التشاور وتنسيقية الانتقال الديمقراطي والحريات، ستعقد ندوة مزافران 2 في الشهر الأخير من هذه السنة. يعني هذه المعارضة التي رفضت المشاركة في المشاورات ورفضت كل ما بادرت به السلطة أو الرئيس من حلول لما يسمونه بالأزمة السياسية التي تعيشها البلاد، يعني ما تعليقكم حول هذه الندوة رقم 2 لمزافران التي ستعقدها قيادة منها وجوه كانت في النظام، وجوه سابقة، وأحزاب المعارضة؟ نحترم كل الجماعة هذه اللي كانت في مزافران واحد وراي في مزافران رايحة المزافران اثنين. نسمح لنفسي نعلق عليهم لأن أصبحوا أشياء يعلقوا علينا إحنا ثاني. وش هي ندوة مزافران؟ نتكلم لك على مزافران الأولى، وش هي الندوة هذه؟ مصير الجزائر نقشة في 4 سوايع؟ يعني استخفاف بالجزائر، هذا ما تسوى. وثيقة صيغت في وسط جماعة وصبحت وثيقة مزافران، وشن هو المحتوى تاع الوثيقة؟ قلتها في فرصة أخرى، الربيع عربي بدون ميدان تحرير ارحل، ما عجبتهمش كي قلتها. قال كيف يقول هذا الكلام؟ هذا رجعوا لفقراتكم، قال لازم نديروا مرحلة انتقالية والدولة تروح، فالرئيس يروح. أنا ما نمنش بديمقراطية للكل يدعي أنه يتكلم باسم الشعب ولا يمثل الشعب وثم قرار الشعب نديره في القجر. مزافران اثنين إذا كانت شيء آخر وخرجت بأفكار وبمشاركة في حوار والحياة السياسية، احنا نعتز احنا حزب اسمه تجمع وطني ديمقراطي، يعني من منطلق الاسم. ودائما نقوله في خطابنا ومراجعنا أننا ديمقراطيين وجمهوريين. ديمقراطي وجمهوري بطبيعة الحال يرحب بوجود معارضة، مرحبا بهم كمعارضة، لكن الشيء اللي باغي نقوله احنا الساحة السياسية اليوم صبحت مالية بأحداث وليس ببرامج. أنا نخرج ورقة نسميها مبادرة، أنا ندير ندوة وسميها حدث، وش كاين الداخل؟ المحتوى. المحتوى أنا أعتقد أن الجزائريين يستناو يعرفوا كيف ياماتهم تزيان خير من مبادرة ومبادرة أخرى، ولا كيف اللي راه بطال يختم من مبادرة ومبادرة أخرى إلى آخره. سيد أحمد ويحيى، هل تعتقدون أن ما تقوم به المعارضة هو مؤشر مؤشرات قوتها أم ضعفها؟ ما نعلقش عليها في هذه، أنا آسف لشيء أعتقد أن من حقنا كحزب نقوله لأننا نحترم الكل. أنا آسف لغياب البرامج. برامج ما هيش فقط طريقة الوصول إلى الحكم، انتقال، مرحلة انتقالية، ندوة. أعطيك على سبيل المثال ولو ربما يكون في النقاش شطر خاص بالجانب الاقتصادي، لكن نقول اليوم العالم بإسره من الدول اللي عندها قرن ولا قرون تاع ديمقراطية ما وصلوش كيف يفرقوا ما بين اليسار واليمين، لأن النقاش أصبح اقتصادي وطني أيضا. وطني بطبيعة الحال، لكن في الوطن أصبح هذه الدول اللي وصلت لقمة الديمقراطية والتقدم إلى آخره الصراع والنقاش اقتصادي، ولا أعتقد أن في الجزائر هذا الموضوع غايب. إحنا كل نقاشنا كيفاش وراه السلوم اللي نطلع به للحكم. يا أخي الحكم كل موعد انتخابي مرحبا بالكل، روحوا للشعب، تشريعيات، محليات، رئاسيات، لكن عندنا خوتنا من نعم نعزوهم العز الكامل في الحدود الشرقية تاع البلاد عندهم واحد العبرة يقولوها بالمباشر وموجودة في جوية أخرى تاع الجزائر، مرحبا باللي جا وجاب كسياسي وشك جايب للشعب ملموس. ندوة بيقراوك في جريدة لكن ما تعشيهم ما تغطي راسهم. انتقاد للرئيس، انتقاد للحكم، كذلك يقراوك ربما تدير عنوان لكن ما تغير حتى شيء. هذه اللي نقول إذا كان نعلق شيء على الساحة السياسية بصفة عامة والمعارضة بصفة خاصة مادام سألتني عن المعارضة، هو أنا ننتظر نشوف برامج.
هم يقولون يعني السيد أحمد يحيى المعارضة بأن الجزائر تعيش أزمة سياسية ولابد أن يبحث الجميع عن حل هذه الأزمة السياسية، هل فعلا موجودة أزمة سياسية بالجزائر سيد يحيى؟ الكريم، أزمة سياسية تنطلق من غياب الشرعية، من غياب المؤسسات، من عدم سيرورة الدولة مؤسساتها. هذه الأسئلة كل يعني العناوين اللي تقدر توضع على أزمة سياسية نجاوب عليها. عندنا مؤسسات، الأزمة الناس نسات خرجنا منها من 95 بفضل الشعب الجزائري. نهار كان الإرهاب يقول له الصندوق تمشي تصوت تدفن تغتال، خرجت نساء ورجال ربما عمرهم ما عاودوا خرجوا مثل هذيك الخرجة باش تبقى لنا بلاد، باش نخرجوا من الأزمة. الشعب خرج الجزائر من الأزمة، جات من بعد الشريعيات إلى آخره، بلاد اللي في نظام تعددي صوتت 5 مرات في رئاسيات، 4 عهدات تاع الرئيس بوتفليقة والعهدة تاع الرئيس اليمين زروان الله يذكره بالخير، 4 مرات ولا 5 مرات شريعيات. مؤسسة تمشي، كاين ناس ينتقدوا راهم في البرلمان يقولك البرلمان غير شرعي، انت تمد الشرعية ولا انت تنحي الشرعية ولا الشعب. إذن كلمة الأزمة السياسية فقط خطاب سياسوي لا أكثر ولا أقل. ذهبوا إلى أبعد من ذلك سيد يحيى وطالبوا برئاسية مسبقة في السنة الداخلة. حقهم مادام يستناو غير الكرسي، مادام شغلهم الشاغل باش واحد يولي رئيس والآخر يولي وزير والآخر ما نعرف واش بيسير. يقول لك العام اللي فات كانوا يطلبوا بالرئاسية مسبقة، نسيت كي كانوا يتكلموا عن مادة 88. نعم، هما شغلهم الشاغل قال نود. واش قلت لك مقبيل؟ ربيع عربي بدون ميدان التحرير يرحل. يرحل مالوريزمون بور الرئيس، ما الرئيس ماهوش قاعد يسمع لهذه الامور. الرئيس قدم نفسه تضحيه خدمه للجزائر، للشعب الجزائري. الشعب الجزائري رحب به وانتخبه. الرئيس راه يؤدي المهمه تاعو ان شاء الله ربي يطول العمر. ما انا باش نقاوم نقول اللي حبي ولي رئيس السنه 2019، هذا الدستور قال 2019، ربي يطول له عمره ويقوي له صحته، واللي حبي يحضر روحه يحضر روحه. اما بياسور كيما قلت انت ما قالوش غير ازمه سياسيه، قالوا لازم انتخابات رئاسيه مسبقه، قالوا قبل لازم تشريعيات مسبقه يحل البرلمان. ايه لازم تشريعيات مسبقه، لازم يتحل البرلمان. سيد ويحيى، بما اننا نتكلم عن الانتخابات، حزب التجمع الوطني الديمقراطي على باب الانتخابات أو تجديد أعضاء مجلس الأمة، يعني ما هي حظوظكم في هذه الانتخابات لتجديد أعضاء مجلس الأمة، وكيف تنظرون إلى السباق نحو هذه الهيئة التشريعية؟ احنا بطبيعة الحال ما هيش أول مرة اللي نمشي للمنافسة من أجل مقاعد في مجلس الأمة. هذه الدورة هذه اللي ماشية توقع في نهاية السنة فيها 19 عضو من التجمع الوطني الديمقراطي في مجلس الأمة الخارجي، وفي 48 مقعد ستكون شاغرة. لا احنا يبقى لنا 25 كتجمع، لأن في 2012 كان حظنا مليح. فجماعتنا في الميدان، احنا مثل ما قلت لك عملية عادية عندنا، أن قواعد حددت جماعه الأمناء الولائيين مع الإخوة من القيادة الوطنية في شهر سبتمبر. أكدنا لهم على حاجتين، أكدنا لهم أن هم في الميدان مسؤولين مع المنتخبين المحليين ودائما نديروا انتخابات أولية. نعطيك رقم، إلى لأن غدوة السبت هنا كذلك عمليات توقع عادة بالسبت للجماعات تتفرغ لهذا الأمر. هذا إلى السبت الماضية على 48 ولاية عندنا 33 ولاية نظموا المحطة تاع الأوليات البريمار، 20 نظموها بتصويت خرجوا مرشح ما بين عدد من المرشحين، 13 نظموها بإجماع، كانوا وين كانوا زوج مترشحين واحد تخلى، كانوا يتفقوا على واحد من البداية. والآن أنا نمشي في حملة، الجماعة تاعنا في الميدان يمشوا في حملة بعد ما فراو الولايات هذه، بعد ما فراو مع زملائهم يمشوا باش يكسبوا أصوات من المنتخبين من جهات أخرى. لأن نوضح لك شيء، ربما بعد زيادة عدد المنتخبين اللي وقعت في 2012 قانون الانتخابات، اليوم ما كان حتى ولاية وين كاين حزب واحد كسب الأغلبية. كل الولايات وكل الأحزاب
فيه متفاوتين بعضهم بعض، لكن واحد ما عنده الأغلبية، معناها فيها حملة توقع داخل الهيئة الناخبة المحلية، وربي يجعلنا احنا تنافس شرس. سيد احمد اليحيى بينكم وبين منافسيكم ومن كان يعني حليفكم في مساندة احنا نعتبره، انا فاهم المتهدر، نعتبره حليف استراتيجي في دعم رئيس الجمهورية. وتعرف نفسه احنا عندنا واحد الصورة نقولها داخل التجمع، اسمح لي صورة عاصمية، وإخواني اللي راهم يتبعوا فينا قادرة تطبق بعبارة أخرى في كل الجهات تاع الوطن، نقولوا كي يتعلق الأمر بالوطن نلعبوا في ليكيب ناسيونال مثلا راندير، كي نبقاو هكذا في المحليات والتشريعيات ومجلس الأمة نلعبوا مولودية والإسماء وطاق على منطاق. يعني الدربي بينكم وبين حزب التحرير الوطني ويعني الملاسنة والآخرين، التصريحات التي صدرت على الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني بخصوص ربما مبادرات سياسية هنا وهناك، مبادرة الأرندي وأيضا مبادرة الأفلان، جاءت على ضوء هذا السباق سيد أحمد ويحيى نحو تجديد أعضاء مجلس الأمة. ما تعليقكم حول هذا التنافس بالتصريح الإعلامي من قبل حليفكم في مساندة الرئيس؟ والله نعلق شوية مدام حبيت نعلق نزيد نكرر أليف أن حزب جبهة التحرير الوطني نعتبره حليف استراتيجي مدامنا في خندق واحد في دعم الرئيس والحكومة الأخيرة، وعندما يتعلق الأمر بقضايا وطنية ثقيلة. اثنين، التجمع الوطني الديمقراطي جاء على لسان العبد الضعيف في شهر جوان 2015، احنا ما جيناش بمبادرة، قلنا حان الوقت أن نكتمل القوى الأحزاب اللي عندها مكانة في الحكومة في البرلمان في عود كل واحد يخدم وحده، لا بالك مليح نتلاقاو ونقوى قدرتنا يعني للدعم، ما نجيناش نقسموا كعك بافوني بارطاجيان قاطو سمع البعض، كل واحد على كل حال حر في كلامه. ثم خرجت مبادرة تاع إخواني في حزب جبهة التحرير الوطني ما سمي بالجبهة، إذا كان هناك حدث يحتاج إلى وقفة جماعية، مانيش عارف مثلا الدستور غدوة حملة ولا حدث هام اللي باش ندعموا به السيد رئيس الجمهورية ولا قضية وطنية هامة، خلينا نقولوا نعمروا لاكوبول، التجمع الوطني الديمقراطي يكون معهم بمناضلين. إذا كان باش نخدموا على برامج على دعم، احنا تصورنا ما نقدروش نخدموا هكذا في سفينة نوح، دي شخصيات هذه جمعيات هذه أحزاب، مع احترامي الكل، إذا النظرة تاعنا للنمط مش قضية القطيرة وما القطيرة، هذا كلام معليش كنت على شق سياسي مقبول، لكن في الجد ما وش كلام. ونقول مادام نتكلموا على تضافر الجهود، أن عندنا ورشة حاليا، عندنا قانون المالية، مشروع قانون المالية، عندنا قوانين هامة في المجلس الشعبي الوطني. إذا كان مثلا تجمع والجبهة فقط اتفقنا، مادام زميلي سي عمار سعداني يقول عنده 17 وزير في الحكومة، احنا عارفين باللي عندنا 5 وليس 3، لا مش قضية تاع 3 ولا، إذا كان لمينا أصواتنا كي باقي البلدان، تروح لبريطانيا تروح لفرنسا تروح لألمانيا تروح، كل حكومة تحبط المجلس كتافها محمي سخون، قانون هيفوت كي مدته ربما يثريوه بحاجة. إذا كانت وقع مجزرة في لجنة المالية وقعت شوية هاد الأيام، أنا نقول لك الحلفاء أو القوات البشرية تاع الحكومة، والحكومة تطبق برنامج الرئيس، والحكومة كي تحبط نص المجلس جابتهم مجلس الوزراء ترأسه رئيس الجمهورية، معناها هناك إخفاق. إذا كان احنا اليوم نتكلموا نهار الحد يبدأ النقاش في المجلس الشعبي الوطني، احنا جماعتنا قلنا لهم في اللجنة دافعوا والتدخلات طلبنا منهم يسجلوا، نظن كلموني البارح أكثر من 40 واحد راهم مسجل، قال ربما عندكم أفكار لكن موقفكم موقف مساند لحكومتكم، نامن بشي في السياسة أغلبية ومعارضة، إذا كان الأغلبية ما تعرفش روحها شكون والمعارضة فقط انتقاد ما فيش برامج، أنا نقول لك ما نش نقدم خدمة للتعددية الجزائرية والنقلات
اللي توقع بغض النظر عن الرجال أو النساء، عشرية بعد عشرية توقع نقلات نوعية، وخاصة أن البلد مثل باقي البلدان في العالم قادمة كل سداسي كل عام على تحديات أصعب من التحديات اللي كانت. سيد أحمد ويحيى، يعني تؤكدون مرة أخرى أن الذي يحدث بينكم بين حزب جبهة التحرير الوطني هو مجرد صراع أفكار وليس حرب زعامة كما قيل في بعض الدوائر. من التجمع الوطني الديمقراطي نقدر نأكد لك ما عندناش حرب زعامة، ما عندناش حرب زعامة. ثقافتنا ماشي هذه، يعني نحترم الناس ونحترمهم أكثر عندما نكونوا حلفاء، لأن السياسة يعني ما السياسة تاع استعراض العضلات. طيب هذيك ما فيهاش إشكال، سي دي ديفيلي. إذا كان السياسة عندما تكون تحديات، احنا هذه الجماعة يا إخواننا تاع حزب التحرير الوطني نعتبرهم حلفاء، حبوها ولا ما حبوهاش، لأن هدفهم مساندة هو مش غير مساندة الرئيس، الرئيس جعلوه رئيس الحزب وحنا الرئيس نساندوه، مش باش ندو منه كعك. لأن هذا الحزب اللي راني فيه وعندي الشرف نتكلم معك اليوم باسمه، نقولها بيناتنا في التجمع الوطني الديمقراطي، التجمع نهار ظهر في 96 ما ظهرش باش نزيدوا حزب. أنا ذاك كانت أكثر من 35 حزب تنشط، كانت حوالي 59 معتمدة، ربما البعض غابت عن الساحة. درنا حزب باش نساهم في خدمة الجزائر والدفاع عليها، أنا ذاك كان رهان كبير ربما احتاج الكلاش، ونترحم على شهدائنا احنا في المشهد الجزائر من باتريوت من غارد كومينال من داك الى اخره اللي كانوا مناضلين للحزب. اليوم نقول الجزائر مازال تحتاج الدفاع عليها، معركه اقتصاديه، معركه الوجود، معركه الهيمنه تاع الغير الى اخره. في هذا الدفاع الحمد لله ماناش في حاجه للكلاش، رانا في حاجه للافكار واللسان. في هذه المعركه هذه حتى من حزب جبهة التحرير الوطني وحزب التجمع الوطني الديمقراطي حلفاء عندما يوقع الجوهر طريقة ما يهمش الباقي للمكانة وإلى آخره. إحنا مقتنعين بنفسنا، مازال التحالف الرئاسي قائم سيد أحمد ويحيى. نعم، التحالف الرئاسي مازال قائم. التحالف الرئاسي غاب وما يشجب التحرير الوطني ولا التجمع اللي غيبوا عن زميلنا الثالث. أنا ذاك انسحاب حركة مجتمع السين، حركة مجتمع السين جرى بيع العربي وجاء الزحف الأخضر في بعض البلدان. ربما البعض عندهم ظنوا جات الساعة، معليش مشاو بعد الانتخابات. بون كملنا كما كملنا، التحالف مش موجود. احنا ما نش نقولوا نديروا التحالف، تفكرت عهد التحالف نخلو فرصة فقط يجلس سي عمار سعداني والمكتب السياسي تاعو، العبد الضعيف وجماعته، خويا عمار غول وجماعته، عمار بن يونس ولو ماهوش في الحكومة لكن حزب موسان، ونتبادلوا آراء، نخرجوا بشي، وكل واحد يطبقوا كيما يحب. الجماعة مثلا ذكرت لك التاج والتجمع ولا الجبهة موجودين في الحكومة، تسمع وزيرك فقط يجي يشرح لك، مش ما نحبطوش لتحت نسمع نواب من القاعدة السياسية للحكومة يقول لك هذا قانون حرب. أنا ما نلومش عليه، بالك ما يفهمش، كانت فرصة باش يعيط للإخوان اللي يشرحوا له ما يعطش يقول قانون حرب، لأن لا كان حرب، هو مجند فيه من منطلق القطب اللي راه فيه، مجند سياسيا بطبيعة الحال. سنتطرق بالتفصيل سيد ويحيى إلى قانون المالية وبالتفصيل إلى الملف الاقتصادي فيما بعد. نبقى في الشأن السياسي والتغييرات التي أجرها السيد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على جهاز الاستخبارات أو كما يسمى بالاستعلام والأمن. يعني كيف تقرأون هذه التغييرات وإحالة الجنرال أو الفريق محمد مدين على التقاعد، يعني كرجل سياسي وكربما فاعل في دوائر القرار سيد أحمد ويحيى؟ والله النهار قعد وقع الضجيج، قلت في فرصة ما للإعلام، قلت له الحمد لله طولنا ربي العمر وسمعنا العديد من الأصوات السياسية. اليوم تتكلم على الأخ توفيق، نتكلم عليه بالجد وبالإيجابي الحمد لله، ما نتكلمش على نفسي، احنا رفقاء.
بعد ما كان بوليس بوليتيك و تورسيونير، راك تعرف كلام اللي نسمعه هذا عاد الضجه. الان واش وقع؟ السيد رئيس الجمهوريه وزير الدفاع الوطني القائد الاعلى للقوات المسلحه جرى تغيير، تغيير شيء جد عادي، تغيير من بعد ما النمط اللي رانا فيه هذا الدارس عنده 25 سنه من 1990. ربما فرصه واحد يشرح شويه للراي العام ان من استقلال الجزائر، كي استقلت الجزائر دخلت من تونس ومن المغرب وحبطت من الجبال بثلث اسلحه، جيش تحرير وطني اللي اصبح جيش وطني شعبي، هيئه الاستعلامات او المخابرات كما يقولوا هذه كانت قوه ضاربه المالك، وجهاز دبلوماسي اللي كان يكافح على حق الثوره للشعب الجزائري، كانت حكومه وسفارات. من 1962 الجزائر عرفت 62 82 مديريه الامن العسكري كما كان يسمى ديريكسيون دو لا سيكوريتي ميليتير اللي كان يقودها المرحوم الله يرحمه برحمه الله قاسدي مربح. 82 الرئيس الشاذلي بن جديد الله يرحمه برحمه الله دار تغيير هيكلي، لان التغيير البشري كان سرع بعد سي مرباح كي راح من الامن جاء سي يزيد زرهوني الله يطول عمره ومن بعد مشى. في 82 تحولت العمليه اصبحت دي جي بي اس على راسها سي الكحرايات الله يرحمه. 89 نظن تحولت دي جي دي اس جاء على راسها سي محمد بتشين الله يذكره بالخير. 1990 ولات دي ار اس وعلى راسها سي توفيق الله يذكره بالخير. 25 سنه من بعد مع تغيير الاحداث والحمد لله خرجنا من الارهاب وكذا، هل ما حانش الوقت لبعض التغييرات؟ ونزيد نوضح لان الكلام هذا صباح وعشيه الشعب يقراه في الجرايد ويسمعه في التصريحات، ربما فرصه نزيد نوضحوا شيء. قال رئيس الجمهوريه راه يكسر جهاز الامن، يعني كان خلاص فقد عقله. وش وقع؟ راح هيكل يسميوه الجيس، وحده خاصه يونيتي سبيسيال. الجيس نهار تاسس نظن في 90 كان لونيتي الوحيده تاع فورس سبيسيال. هذاك الوقت لو كان صارت لنا كارثه في 91 هما اللي دخلوا في المدن، هما اللي اليوم الحمد لله اولا ما ناش في حاله الطوارئ، معناها الجيش ما يدخلش في المدن. ثانيا اسمح لي انا اعطيت لي سؤال زد لي دقيقه. ثانيا الدرك الوطني عنده امكانياته، الشرطه عندها امكانياتها، نهضروا طونك جروب دو كوموندو. اذا راح الجيس ما راحش امن البلاد، قال السكورات الهيئه هذه تاع مكافحه الارهاب قال تحلت، ما تحلتش، تحولت تغير الاسم وتغير المكان، راهي الان في صفوف الجيش الوطني الشعبي راهي تكافح الارهاب. اذا الكلام هذا يا التحويل كان ضروري ربما، وانا نقول الى نعطي شهادتي يعني بكل تواضع الشيء اللي عشته في الدوله، التغيير ربما بغض النظر على الاشخاص كان ربما حتى الاشخاص نفسهم يقترحوا التغيير. باقي كلام كما نقولوا انتخابات مسبقه، اطارات عسكريه، نكسروا في الاطارات الى اخره. طيب سيد احمد يحيى، الامر يتعلق بالجنرال او الفريق محمد مدين معروف بسيد توفيق، ويتعلق ايضا بجهاز قيل انه يصنع الرؤساء، لهذا المواطن الجزائري يتساءل دائما عن الخلفيات لانه يبحث في، ربما هناك من قال ان الامر يتعلق بالمرحله المقبله او ما بعد بوتفليقه، يعني هذه هي التفسيرات التي اعطيت. خليني نبقى معك نص دقيقه في هذا الطرح لما نمنش به، كان نبقى فيه نص دقيقة نقول لك من منطلق هذا التصور، لأن اليوم عدد كبير من يتامى في الساحة السياسية تلفت لهم القبلة ربما خطر عمرهم ما تكلوا على روحهم. أنا نشهد على حاجة، نشهد مادام تكلمت على سي توفيق نقدر نتكلم عليه كإنسان، يعني في الساحة من سنة 1993 قام بدوره إلا نتكلم على الجيش، لأن المخابرات تدخل كذلك بعد في الجيش. الجيش عيا يخدم خدمة السياسيين. الجيش لقى روحه في جهنم خفقوا السياسيين، اليوم يا ربي يقوم بدوره. راه قايم به
بمهارة وبمردودية، والحمد لله الأمن تاع الجزائر محمي وربي يجعل يبقى محمي. الباقي قال تنحى فلان لأن أنهم يخمروا فيما بعد. طيب إلا بقى في التصور تاع الرئاسية المسبقة تاع 2016 فيها 100 حكاية وحكاية اللي قادرة تجعل طرحهم يعطونه منطق، لكن طرحهم بعيد عن المنطق كون المواعيد الانتخابية مازالها بعيدة، كون الإجراء إجراء دستوري، وكون الحياة تستمر في الجزائر. لكن أكيد السيد أحمد ويحيى أن هذه التغييرات سواء كانت في الجانب الذي تكلمتم عنه أو في الجانب الذي يتكلمون عنه ستلقي بظلالها على توازنات داخل السلطة. نومسيو طرح فاشل. هذا الطرح تاع التوازنات يغيب واحد الطرف اللي هو الشعب الجزائري. السياسة واش ما هي؟ اللي يحب يترشح يترشح، تشريعيات محليات في الرئاسيات، لم الشروط اللي يقولها لك الدستور والقانون وتكل على ربي. هاد الناس اللي الطرح تاعهم طرح تاع الكابين نوار باقيين يتبعوا الجزائر بواحد الشبح. في بلدان اخرى نعطينا، خلينا نخرج من المرحله هذه فقط اللي راهي كل ضرب طايح عليها. كان سلامين زروال الله يذكره بالخير رئيس جنرال متقاعد في 89 مشى سفير بعد استقال من سفارته مشى لبيته جا كمتقاعد رئيس دوله من بعد انتخبوا الشعب في 95 رئيس منتخب بالصندوق. يبقاو بعض الصحف الاجنبيه والصحف الداخليه لو جينيرال يمين زروال. نتايا كجزائر عمرك ما تصبح دوله، يقولها لي البراني اللي حقد عليا معليش، يقولها لي مور الدار او ولد الدار، نقول الله يهديك حال الوقت تفطن، حال الوقت تفطن وتبركه ما تقول ان هذه العلبه السوداء وهذه كذا. اللي قادر على شغاله ويتكل على ربي وعلى الشعب الجزائري. وكاين مثل الاخر يقول سامحني نتكلم مع السياسه لكن مادام طاح المستوى تاعهم مش عليك انت حاجه. كاين مثل شعبي يقول لك اللي خانوا سعدوا يقول لك بيا سحور. هذا اللي تخلي تخسر الانتخابات قال ما تعرفش بالنتيجه. وقال الكابيني نوار وقال فلان راح وقال فلان جاء. في عود ضيع وقتك في هذا الكلام، انت باغي تترشح؟ باغي تكون رئيس؟ شمر على دراعتك وكل نهار جيب الصبا تاعو في افكارك وفي برنامجك وفي طرحك، او اذا كنت مساند لشخص ما كذلك ازرع افكار ازرع اشياء ما تبقاش في الاوهام، لان الاوهام واش هي الخطر تاعها؟ نوصلوا نفقدوا الثقه تاع المواطن في الفعل السياسي. اذا كانت تفقد ثقه المواطن في الفعل السياسي في عهد الحريات، حرية الكلام، حرية الجمعيات، حرية كذا، وشن هو البديل؟ البديل هو الشارع. الشارع كاش طرف رابح فيه؟ معارضة، سلطة، موالين، ما نظنش كاين اللي رابح فيه. دائما كنعلقوا على كلام، نفكروا على أبعاده. تأثيرات أو بارك الله فيه. ما ستكون لهم من تداعيات على الشارع. سيد أحمد ويحيى، هل فعلا هناك نظام الكوطة في توزيع مثلا المناصب، في توزيع كما قلتم قبل قليل ما سمي بالكعكة التي تحدثتم عنها سيد أحمد ويحيى؟ الكعك الكوطة ماشي مع العلبة السوداء. إذا كان مقتنع باللي راك في ديمقراطية، والديمقراطية خلينا في ممر الكلام نقول هاي حتى في الأشياء اللي فسح عليها سيادة رئيس الجمهورية حول مشروع تعديل الدستور، قال هيئة مستقلة لرقابة الانتخابات. راقب عس عسى لك انت الشعب عطاك كوطه كبير ومن بعد اصحاب الكوطه قسموا لك منه. هذا الكلام داول كذلك عند البعض، كلام كنت راك تنقل واش كاين في الحلبات السياسيه. انا نقول لك ونعود لك مادام ما وصلناش نثيقوا ان القرار السياسي ولا كيش نقول لك المشروع السياسي لا الخيار السياسي لو شوا تاع شخص تاع حزب تاع نايب تاع كذا فيه مول الدار هو اللي يعطيه. هل هناك تساؤلات على تنظيم الانتخابات نزيهه ورقابتها الى اخره؟ نقاش وكان من جمله الاوضاع المشاكل اللي كانت مطروحه للنقاش.
أما الباقي كوطة علبة راح ديراس توازنات على من المستقبل الرئاسيات، كل هذا كلام مع الأسف ما عنده حتى علاقة بالسياسة وبالمنطقة. نعم، واش تفسيركم السيد أحمد ويحيى لكثرة المبادرات السياسية، مبادرة للحزب جبهة القوى الاشتراكية مثلا الأفلان، هناك مبادرات أخرى يعني لم تظهر يعني بالشكل الذي أخذته مبادرة الأففاس، كثرت هذه المبادرات، يعني ما هي قراءتكم السيد أحمد ويحيى؟ قراءة شخصية وقراءة حزبية. نقول أن في غياب ثقافة ولا عهد البرامج، نحن بقينا في عهد لا 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 تصرفات مبادرات، كما سمع واحد يقترح عليك شيء واحد يقترح عليك شيء. خلينا برك نشوف في تاريخ التعددية الجزائرية منذ سنة 1990 شحال من مرة كذا من الحزب اتفقوا على أفكار. احنا إذا كنت ترجع لأدبية التجمع الوطني الديمقراطي تلقى أن 6 سنوات 7 سنوات قبل اليوم كي أو أكثر عفوا كي خرجنا بالتحالف الرئاسي ينتقدونا، تجمع حزب التحرير حماس، احنا كنا نقول آنذاك كحزب كتجمع نناشد الآخرين إلى بناء أقطاب من منطلق شيء بسيط. حتى في البرامج ما تقدرش تكون عندك 25 برنامج اللي قادر يطور الجزائر. اليوم في الغرب باش ناخذ مثال، ما بقى اصبح صعيب الصراع ما بين اليمين واليسار كما يسموا روحهم، لان المحطه الاخيره هي كيف تخرج من الازمه الاقتصاديه، كيف تكافح البطاله، كيف كذا في العولمه وفي كل المشاكل اللي راح عايشها العالم اليوم. خلينا نبقاو الجانب الاقتصادي لان في اخر المطاف الاقتصاد قلت لك الشعب ويسنى وش ياكل، مش باش نسبق الحدث. اذا نظن هذه المرحله تاع المبادرات مرحله تفوت، املي ان ما تطولش باش نوصل لمرحله البرامج ان شاء الله. نعم سيد احمد ويحيى، في الشان السياسي قبل ان ننتقل الى الملف الاقتصادي بعد لحظات، دائما في موضوع الشخصيات التي صنعت الحدث في الساحة السياسية الداخلية وأيضا في الساحة الدولية، هناك السيد شكيب خليل الذي قيل في إحدى التصريحات الإعلامية لمسؤول سياسي إنه رجل نظيف ورجل قدم للجزائر والجزائريون يعرفون جيدا إن هذا الاسم ارتبط أو تم ذكر اسمه في ملفات فساد، تعرفون جيدا هذا القضية سيد أحمد ويحيى، ما تعليقكم حول ما قيل؟ وأنتم عملتم مع السيد شكيب خليل في عدة مناسبات، كان وزيرا في حكومة شرفتم عليه السيد ويحيى. والله شوف يا أخي، لكن نقول لك احنا جمهوريين في التجمع الوطني الديمقراطي وأنا جمهوري إلى النخعة، عندنا قاعدة الأمور اللي فيد العدالة ما عندي حتى تعليق عليها. وكذا أنا قاعد معك في صالون في بيتك ولا في بيتي نحكو، ربما نحكي لك ذكريات على الوقت اللي كنا في الحكومة أنا وسي شكيب، لكن الآن نتكلم كإنسان شخصية عمومية، نتكلم باسم حزب وفي الساحة العمومية. هناك سلطة مستقلة تعالج ملف، ما نحكم على فلان أو على علان، نحترم قرينة البراءة وقرينة الاتهام، لكن أعتقد أن الأخلاق السياسية على كل حال فيما يخصني أنا ما نحكم على حتى واحد، تخليني ما نسمحش لنفسي نعلق على وضعية اللي هي الآن مسجلة عند العدالة. ربما سؤال مشابه سيد أحمد ويحيى ولكن في السياق المختلف، الجنرال بن حديد والجنرال حسن نفس الجواب. قضايا في محاكمات مفتوحة أو مسجلة عند العدالة ما عندي حتى تعليق عليهم. الجميع يتساءل السيد أحمد ويحيى عن الوضع الصحي للسيد عبد القادر بن صالح الذي غاب عن الساحة، كيف هو الآن خاصة أنه يشغل منصب رئيس مجلس الأمة؟ مرض شفاه ربي على كل حال الحمد لله، موجود في الجزائر واستأنف الشغل وربي إن شاء الله يزيد يقويه يوم بعد يوم، لأن مرض ساعات تخرج من محطة تاع المستشفى، هناك محطة استرجاع القوة، الحمد لله شفاه ربي ونظن ما يطولش النهار اللي تكون فيها جلسة تاع مجلس الأمة وتشوف الناس.
سيد أحمد ويحيى، ننتقل والمشاهدين الكرام إلى الملف الاقتصادي، ولكن ليس قبل أن نتابع هذا الموعد الإخباري بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مشاهدينا الأفاضل، والشكر موصول إلى الزملاء في قسم الأخبار. نواصل هذا اللقاء الحصري والخاص الذي خصنا به السيد أحمد ويحيى الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي. أهلا وسهلا بكم مجددا سيدي. بك. سيد أحمد ويحيى، في الملف الاقتصادي سؤال مفتوح وعام، كيف تقيمون الوضع الاقتصادي للجزائر الآن؟ الوضع الاقتصادي الحالي ننطلق في تقييمه من المعطية الآتية: الجزائر فقدت 40% من مداخلها الخارجية مع انهيار سعر النفط، النقطة الأولى. النقطة الثانية، كل مؤشرات تخلي نقول أن عودة سعر النفط يعني الصعود تاعه الفعلي ما هوش على 6 شهور ولا عام ولا عامين. نعطيك شرح. بداية المعركة ساعات احنا نسمع في صحفنا ولا قال السعودية يتكسر السوق. السعودية تدافع على مصالحها، لأن حضارة النفط عرفت التحول بإدخال الطاقة الصخرية الأمريكية. اليوم أمريكا هي أول منتج في العالم قبل السعودية وقبل روسيا. تقلب السوق، صبحت فيه منافسة، والإيران الحمد لله على خرجوا من المشاكل تاع العقوبات، قادمين على رفع منتوجهم. العراق يرفع في منتوجه. إذن هذا بقى نقول أن الوضع أليف، فقدنا 40% ما دخلنا، با وضعية رايحة تدوم مرحلة، جيم تطلب منا إعادة الحساب في بعض الأمور. النقطة الأخيرة، لأن بدون أي ديماغوجية، للجزائر أوراق عديدة باش تفوت هذه المرحلة وربما تخرج من مرحلة التبعية الثقيلة للمحروقات باستغلال قدراتها في العديد من المجالات اللي نذكرها ربما بعد. منظمة الأوبك، بما أنكم تحدثتم عنها، السعودية، إيران، يعني هل هذه المنظمة ما زالت تلعب دورها كما يجب أم أنها ما بقاتش تلعب دورها؟ علاش؟ أولا الأوباب، يعني نتكلم بتحفظ، ما عنيش خبير في المجال، لكن المعطيات الثقيلة نظن الكل يعرفها في الإعلام. أوباب اليوم تنتج حوالي 30 مليون برميل يوميا، في منتوج عام يوصل يفوت 90 مليون برميل، يعني ثلث. اثنين، الشركاء اللي موجودين في الساحة الكثير منهم يلعب قاعدة السوق. أمريكا ماكش راح تديها تخدم بسياسة الكوتا، أمريكا تقول لك زي الليبر مارشي. روسيا دخلت في هذا النمط هذا، ودول أخرى. معناه مادام ماكش محتكر، ماكش مسيطر على السوق، ما عندكش خلينا نقول 52% من القدرة المنتجة، المنتوجة بلوتو 52% لا برودكسيون، ما تقدرش تضغط عليه. ثانيا، مادام راني نقول لك المعطيات القاعدية تاع السوق تغيرت بإقحام منتوج جديد هو هذا الصخري هذايا اللي زاد في قدرات أمريكا. تعرف باللي أمريكا من 73 منعت تسويق محروقاتها قبل لا غير لومبارغو هذاك، الان راهي ترفع فيه بلاتي، رفعت في لي برودوي ديريفي، دوكا ترفع في الغاز، خطوه ترفع في البروت. هل من جدوى ببقاء الجزائر في هذه المنظمه؟ وعلاه اذا كان المعسكر اللي ننتمي اليه الضعاف لازم نخرجوا منه؟ واش من جدوى عندنا كي نخرجوا منه؟ هذا راي المختصين سيدي احمد. المختصين سامح لي، لا خبراء في الاقتصاد، لا الخبراء نقراو هنا كذلك الخبراء. مع احترامي للكل، ساعات نسمع الكثير ولاو خبراء، احترامي للكل، ما سمعناش ناس من خلينا نسمي اسماء في الساحه الوطنيه، ما سمعناش مراد برار، ما سمعناش زميلنا الوزير السابق عطار، ما سمعناش ناس من هذا القبيل اللي راهم في الجزائر وتكوينهم في المحروقات، مسارهم في المحروقات، ما سمعناهمش كخبراء قال لك لازم نخرجوا من لوباب. وثم حتى يقولوا انا نطرح على نفسي سؤال، لان عندي كبنو ادم نقدر نفكر، واش مفايده عندي كي نخرج من لوباب؟ لان لوباب ضعفت نخرجوا. على الاقل كي نكونوا في 13 ولا في 12 نرفعوا صوت، ربما تتطور الامور وتجي ظروف اللي تخلي روسيا تحس
أنا لازم حتى هي لأن حتى روسيا تخسر حاليا حوالي 130 مليار دولار سنويا في مداخلها في النفط. ربما يجي وقت وين الكل يوصل يتناقش مش يعدل شوية الأمور، لكن هذا مش غضوة، لأن لازم نقول الأحزاب دورها تنور الرأي العام في الحقائق باش يتجند ويتجند لاستغلال قدراته ويتجند لقبول الوضعية اللي رانا فيها. هي التي جعلت الحكومة مرتبكة نوعا ما سيد أحمد ويحيى بعد مرتبكة تراجع أسعار النفط انخفاض الحكومة تراجع مداخل الدولة الحكومة راهي تخدم في خدمتها وتصارح الشعب تدريجيا، ورئيس الجمهورية يصارح الشعب في مواقفه اللي عندنا عليها في مجلس الوزراء ولا في خطبه، لكن الشعب هذا ما لازمش نعطوه ضربة على الرأس وماناش في حاجة إليها. هل هناك مشاريع توقفت أو مشاريع ما تأجل تسجيلها؟ طبيعي، أنت في بيتك في بيتي أنا يعني. قال أنا وأهل تاعي قال ننشروا سيارة ونشروا شامبرا كوشي ونشروا، إذا كان لسبب ما المدخول نقص نأجلوا بعض الأمور. دولة كي عائلة اثنين، البعض يقول لك رأي الدولة تراجعت على الشعب، بس قلت لكم قبيل كان قال لك قانون حرب، نسمع البعض السياسيين يقول لك هذا قانون ضد الشعب. يرحم الله والديك، إذا قانون فيه مليار ألف وثمانمائة مليار دينار تحويلات الاجتماعية، 1800 مليار دينار ترانسفير سوسيو، دعم الخبز دعم الحليب دعم كذا، إلى هذه السياسة مضادة للشعب. الآن هناك واقع، ربما البرلمان الجزائري عنده 12 سنة نتكلم بدقة ما حبطلوش قانون فيه فلس زيادة في ضريبة ولا في سعر. الدولة تمشي بضرائب، تمول نفسها بضرائب. مادام قلت لك نزل المدخول ب 40% في الدوفيز وفي الضريبة النفطية فيسكاليتي بتروليير، إذا حبينا نكملوا نسخنوا المدارس ونخلصوا المعلمين ونبنوا شوية سكنة ونخلصوا الموظفين إلى آخره، لازم الدولة تجيب حاجة تكمل تكمل بالضريبة. هذا مش غريب. أنا نسمع الناس يقول لك هذا تصرف ضد الشعب، يقولوا للشعب الجزائري ما هو البديل، البديل نروح نسلفه. لكن هل المواطن هو الذي يدفع هذه الضريبة سيد ويحيى؟ اسمح لي نروح نسلفه، عشنا المسار هذا، نسلفه كثر خير رئيس اللي يحبس الاستدانة من الخارج، نسلفه نهار من نهارات عندنا 30 مليار 40 مليار 50 مليار مديونية على رأسنا، ويجينا واحد الشخصية المعنوية تسمى صندوق النقد الدولي تقرر في مكاننا، تقول لي الآن الشعب ويضرب ويدفع الضريبة، الخير اللي كان تقاسم على الناس كل في ممر الحديث، كاين اللي يقول لك وين راح 800 مليار دولار 800 مليار دولار، هناك من قال 1000 مليار يعني 1000 منذ 15 سنة يجيك نهار يقول لك صرفت 1000 مليار، وأين ذهبت؟ يطرح سؤال كبير، أين ذهبت هذه 1000 مليار؟ كي تبنات، نعطيك بعض الأرقام، كي تبنات 2 ملايين ونص، كي توزعت 2 ملايين ونص مليون 2 مليون 500 ميل لوجمون من 99 2014 ما داهمش الوزارة، ما داهمش الأخ الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، توزعت على الشعب وحقه. كي تبنات في الجزائر من 99 ل 2014، خاطر نهضر لك 2014، نعطيك رقم 2015 450 ألف سكنة يتوزع، تروح للأحياء القصديرية تاع العاصمة على سبيل المثال، ونفس الشيء في وهر وفي المدن الأخرى، الناس اللي سكنت سناو السكنة هذه 50 سنة وجاء نهار فرج ربي سكنوا، هذوك على الأقل شافوا حاجة جاتهم. كي نقول لك الجزائر بنات في 15 سنة هذه نصف الشيء اللي كان عندها من مدارس والمستشفيات إلى آخره، هذه إذن الشعب هذا اللي ادى هذا الشيء داره بلاده. إذا كان البلد في حاجة الضريبة شيء عادي في الدنيا. بل أنا نطرح سؤال آخر مثل ما قلت لك، إذا كان قال الشعب هو يدفع الثمن، نبقاو نكذبوا على الشعب كما كذبوا عليه في التسعينيات الحكومة سنيات مع لافامي وتقول ما سنيناش. نذكروا الشعب الجزائري الكريم بكوارث عاشها وإن شاء الله ما يعاودش يعيشها. رقد يوم 31 ديسمبر 95 بالخبزة تسوى 100 فرنك دينار،
ناض نهار أول جانفي 96 لقاها ب 750، رقد يوم 31 ديسمبر 1995 بشكرا حبيب تسوى دينار وعشرين 24 دولار كيما نقولوا، صبح غدوة من داك لقاها ب 2000 فرانك. هل الشعب هذا نقولوا له باللي فيه منعرض صعب في الجزائر؟ شوف نعطيك مثال، الكويت ما عندناش القدرات المالية تاع الكويت، وشعبهم محترمهم عدد صغير، نحت دعم نهائيا دعم تاع المحروقات، ما دارتاش الحكومة في الجزائر، قالت لك تزيد 4 دنانير في لتر تاع المازوت ولا تاع ليسانس. يعني الحكومة قلت لي ما أصبحت يعني طاحت ولا طاحوا المعنويات تاعها، هي حاكمة ويتصير أي تصير تدريجيا ترتيبات، يعني مرتبكة ترتيبات، لا لا نعم. ترتيبات منطقية مثل ما وقع في العالم، مثل ما وقع في بلدان كل أزمة، أزمة اقتصادية في عالمية في موضوع، لأنه كان ما كاش أزمة اقتصادية في العالم كان ربما الطالب تاع النفط يكون جد وجد قوي. حتى الشيء اللي صار كل يخليهم ما زالوا في اليد. سيد يحيى، نعم. ما يعاب على هذه السياسة، سياسة التحويلات الاجتماعية التي تنتهجها الدولة، أنه يستفيد منها المواطن البسيط وحتى الذي لديه ربما وضع مريح. يعني هل أنتم مع الذين يطالبون بتوجيه الدعم مباشرة إلى مستحقه؟ أنا متفق معها وقلتها، قلتها واش من السبب أن نشري الخبز بالسعر اللي يشريه إنسان اللي ميسور أو يخلص بسميك. لكن نعطيك واحد الشيء، هادو اللي يتكلموا على هذا الكلام هذا، تجيلي هالدولة روح مني تاع كل الدعم، دعم الحليب، دعم الخبز، دعم المحروقات، سياسة الدعم بصفة عامة. نهار نوصلوا لهذا اسمعني من الآن واش راح يقولوا، كسرتوا الطبقة المتوسطة، وبريزي لكراس موية. دائما كما يقول المثل الشعبي يخص فراك على ألف. هذين نقول لازم نشرحه كل واحد بقناته، وهذا الشرح يزيد كامل يتكامل يتكامل، نلقاو الخط الوسطي اللي ألف ما يخليش الجزائر ترجع للمتابعة المالية أو التبعية المالية للخارج، با تخلي الجزائر ما تتراجعش على مبادئها الاجتماعية الجوهرية، وجيم تخلي الجزائر تستغل قدراتها، لأن البديل وين؟ مثال، انت عندك صحراء في كرشة 40,000 مليار متر مكعب تاع المياه الجافة الجوفية. غدوة لو كان تجي تقول نوزع على المستثمرين الوطنيين أو الأجانب في الشراكة حقول تاع 10,000 متر 10,000 هكتار، يقول لك يا لطيف مراحين يبيعوا البلاد، ياك رايحه توقع بلا كونسيسيون قانون. انت اما خير يخدم عندك هنا ولد بلادك ولا شقيق ولا براني يخدم معاك وتقسم معاه الفايده وتاكل القمح تاعك مثلا ولا تشرب الحليب تاعك، وإلا تبقى تجيب من الخارج ونقول لك هذيك هي السياده الوطنيه. نتكلموا عن المقاولين، نجون عن الدولة راهي تساند المقاولين المنتجين، ما يجوش يتكلموا على المنتج والحرامي، نستعمل كلمة بدون لقيمة، اللي يدخل لي الكونتينر فيه الحجر ويترافيكي ولا ينتج وفق منطق استيراد. نشفاو كي كنا في عزة الاشتراكية سبعينات ستينات، الجزائري عمره ما كان حساد، واحد يخدم يقول لك فلان وربي يزيد له، أخدم فقط أخدم خلص الغرامة تاعك، خدم ولاد بلادك، بدل المنتوج الداخلي في مكان الاستيراد. هذه الأوراق اللي تخلي احنا الحمد لله جاتنا هذه الصدمة اليوم، ربما تلقى كلامي غريب، لأن مازال عند الدولة أكثر من 150 مليار دولار احتياط، مازال في كرش الجزائر في بطن الجزائر كذا من مليار من براميل النفط ومن لكن سيأتي يوم وتنفذ هذه البراميل. يرحم والديك، صرات لنا الهزة هذه باش تفطلنا باش نرجع لزوج قواعد، هذه كذلك المعارضين ما يقبلوهاش، قاعدة الجودة والمنافسة productivity and competitivity، تنتج باش تبيع، وقاعدة تعني خدمه شوية. ما نقولش الشعب الجزائري كسول حاشا ولله، لكن القصايد اللي تتغنى له صباح وعشية في الخطاب السياسي حبت تنومه، ما نبنوش بلاد بالشعارات، وما نوكلش الشعب بالشعارات. هذه اللي نقول لك انا الهزه تاع اليوم في الظرف الحالي
ربما نعمة باش تخلينا نمشي للتحديات وحنا واعيين بالواقع، واعيين بالتغيرات اللي صارت في العالم، سؤال مهم، واعيين بالآفاق تاعنا. نعم سيد احمد ويحيى، معذره على المقاطعه، ربما سؤال في جوهر النقاش او الحديث معكم، لماذا عجزت الجزائر عن بناء اقتصاد متنوع؟ يعني كل ما صرف من اموال طيله هذه المده ولم نبني الى غايه اللحظه اقتصاد يرفع نسبة مثلا الصادرات فوق 3% وعائداتها بأكثر من ملياري دولار. هذا خيار جماعي يا أخي الكريم، خيار جماعي كان يشرف سيادة الحكومة. تجي تأخذ إجراءات هيقولك حبيت تقتلوا شعب، الشعب الجزائري وحكامه معا حبوا يفضلوا الجانب الاجتماعي والجانب الهيكلي. ربما العذر المشترك اللي عندنا هو أننا خرجنا من أزمة اقتصادية التسعينات ومن جحيم الإرهاب اللي كسر البلاد، كان ضروري نعود نبني القاعدة البنية التحتية ونستجاب لكل ما بقى منتظر. لكن اليوم باش توجه الاقتصاد الجزائري ملوع، محروقة 30% فقط، لازم نديرو أكثر. لكن باش نديرو أكثر نسمع الناس كل تتكلم على تتكلم على الخطاب السياسي ماشي تتكلم على الحكومة، يتكلموا على تنويع الاقتصاد ورفع الصادرات خارج المحروقات. باش نرفع الصادرات خارج المحروقات لازم نرجع لليمون دو باز، يفو ات برودكتيف اي كومبيتيتيف، لازم تكون منتج ومنافس. اذا انت صبح تقول لي لازم نزيدوا في الاجور، من وقت الى اخر لازم يتزادوا الاجور، وما تخممش كلفه المنتوج تاعك مرفع الانتاج، ارفع الانتاج والسومه تاعو يا اخي العزيز، لا تخرجوا برا. الى انا سيتسنى نرجعوا لسوق الفلاح، أكل عليه الدار وشرب، مش تديه صباط تلقاه قال هذا هو اللي تديه، تلقى الصباط تاع الطليان والصباط تاع الصين والصباط تاع اسبانيا والصباط. إذا كان صباطك أنت صباطك ماهوش من باب السومة، لأن الجودة قادرين نربحوها، صباطك ما ينافسش، كيفاش راح تبيعو هنا في البلاد فما بالك الخارج؟ زوج، الدولة راهي تزير شوية لأن الجيب شوية برد، إجراءات للإستيراد قال البحبوحة اللي عمرنا في التجمع ما هدرنا عليها. البعض يقول لك هم خانقين الشعب، بكري يا أخي الكريم يسمح لي المواطن المحترم كان لي نوض لصاحبه يشتمه هكذا يمزح معاه ولا بجد يقول له ما تسواش بصرة، البصر نجيبوه من الخارج، صبحنا نستورد كل شيء ما كاش منتوج هنا، الفلاحين تاعنا مساكن زادوا في المنتوج تاع البطاطا واصبح يرمى. سيدي يرمى لان علاش يرمى؟ نستورد البطاطا، استوردت، هل هذا منطق؟ الا غنحوس غير نربح نجيب كونتينر شحال نربح فيه؟ هذه ماهوش بلاد ماهوش اقتصاد. هذا اللي كنت نقول لك جماعه كلنا، وهذه اللي ربما الهزة تعطي يعني خلعه هكذا كما نقولوا تاع نزول سعر النفط، خلينا كنا نحسوا بشيء، وثم على كل واحد مسؤوليته، على الحكومة تسير، على الأحزاب يشاركوا بخطاب، على المواطن يدي حقه ويديه بصدق وبنزاهة ونمشوا البلاد، نمشوا البلاد. الجزائر البسيط سيد أحمد ويحيى يتساءل الآن، هل نحن نسير وفق النظام الليبرالي نظام أو نظام ليبرالي بعقلية الاشتراكية، أم هو الحنين إلى عهد الاشتراكية؟ يعني يتساءل، عنده الحق، عنده الحق يتساءل، يتساءل علاه؟ لأن المواطن يمشي عنده زوج حوايج باش يقيم اقتصاده، يمشي للسوق ويسمع، كي يمشي للسوق يلقى واش كاين متنوعة شوية ليبرالية وليبرالية في زيادة الأسعار وكذا، زيادة وحشية في الخضرة ولا، في نفس الوقت يسمع خطاب إيديولوجي بعيد عن الواقع، فيه فقط العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني، مرحبا بهم للزوج تاع التضامن الوطني والعداله الاجتماعيه، ما يسمعش بلازم ننتجوا ولازم نكونوا منافسين، ما يسمعش بلي لازم نستثمر وما نستوردش. نعطيك مثال بسيط، ما نخرج شويه من المواطن، لا 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 يعني الراي العام بصفه عامه، انت اليوم لو كان عندك فلوس الا كان الكونتينر تجيب كيما حبيت، بالكونتينر في 3 شهور الا عندك مليار تعود عندك 2 ملايير. إذا كنت تروح تستثمر هذاك المليار تاعك باش يبدا يمدلك شي حاجه لازم تستنى 5 سنين. زيد الناس تكلم قال المقاولين
واحد ما يتكلم على لافرود فيسكال، لافرود دوانيير، لافرود كذا. هاد الظواهر هذه اللي لازم تطهر منهم الجزائر تدريجيا، انا عارف ما كاش عصا موسى، تدريجيا باحساس الكل باللي كي ما تتخلصش الغرامه راه خاسر حاجه حتى هو. اعطيك مثال البلديات، طبيعة الحال البلدية كل الناس تطالب بي، عندهم قهاوي، عندهم كذا، عندهم ورثوهم من الملك الدولة، تروح تلقى انت الحاجة تتكرب بسعر جد بسيط رمزي. ولا المدخل هذاك اللي يدخل ماشي تجيب حاجة البلدية ولا المواطن. هذا المفهوم الشامل. وبارك الله فيك على سؤالك، واش من رقصة رانا نرقصوا؟ لازم تتوضح الرؤية. ربما إذا ما قدرش واحد يوضح الخطاب فقط، هذه الوضعية المالية الجديدة تكون يعني دافع مع الخطاب مع الفعل مع كذا باش تتوضح الرؤية في رأس الناس. الشعب أيضا يعني، وأيضا هؤلاء الذين يخطبون في الشعب في منابر سياسية عديدة، السيد أحمد ويحيى، يتكلمون عن مواصلة سياسة الدعم الاجتماعي ومواصلة تحويل سياسة تحويلات اجتماعية وتوجيهها إلى مستحقها، وأيضا مواصلة الدولة لدعم المصانع، فتح المصانع ودعمها وفتح مناصب الشغل وربما تشجيع المستثمرين وإحداث مناخ استثمار جيد. يعني كل شيء من قبل الدولة. يعني هذا السؤال هذا غلط. الحمد لله الجيل الجديد، الجيل الصاعد اللي ما كانش مخضرم دروغي بالأفكار اللي مرت عبر العشريات، الجيل الجديد، نعطيك مثال بسيط، في العائلة إذا كان واحد شوية وصل يتلاقى في عواشير ولا في عرس ولا الأقارب، واحد عنده ولده بطال، يقول لك أودي كون تعاوني لولدك، شما يدير؟ تهضر مع الولد تقول شو حبيت تدير، يقول لك عمو عاوني ندير التاويل. الأولى شوف التفكير ماذا به، ما يروحش تدخلوا في البلدية ولا في وزارة. اثنين، هاد الشباب هذا في الممر لانساج على سبيل المثال كسر عليها الكلام، فيها جزء من الإخفاق. نظن المدير العام عنده يومين وثلاث أيام كان في الفورم تاع المجاهد وخرجت أرقام إلى آخره. الجيل الجديد هذا تماشى مع وقته، ما يستناش الدولة، يستنى الدولة تعاونه يديماري كما يقول، يقلع. كي تقول لي مصنع، تفتح مصنع تعاونه، قتلت المصنع هذا، شحال راه يعيش؟ عامين، ثلاثة، خمسة؟ إذا كان من منطلق يعيش بالمعاونة. لازم نتعلموا حاجة، لازم نخدموا كي الآخرين، ما نقولوش العولمة العولمة. العولمة جات حبيناها ولا كرهناها، راهي هنا منافسة، مش عارف نعاودوا نغلقوا البيبان تاع الجزائر. معناها لازم ننافسوا الآخرين في دارنا أولا وفي أسواقهم ثانيا، وقادرين عليها، قادرين على جزائري خدام، فهمني علاش كي يروح البلدان الناس يولي شامبيون ينجح. هنا ربما لازم تخف عليه المحيط، إذا كان إصلاح كبير لازم يندار. طبيعة الحال الدولة تبقى في الدعم الاجتماعي بطريقة منطقية، نرفع شوية اليد البيروقراطية على العمل الفعل الاقتصادي، ونقبل أن الفعل الاقتصادي مبارزة ستين كورس، يقلعوا 100 يربحوا 50، يقلعوا 100 يربحوا 70، راك في الفايدة، ما يقلعوش 100 ويربحوا 100. هل لابد من مخطط حسب رأيكم أو حسب ما قلتم السيد أحمد ويحيى، هل لابد من استحداث مخطط استعجالي لإنقاذ هذا الاقتصاد الوطني؟ لا. تحتاج في رأينا احنا، في رأيي الشخصي وفي رأي إخواني في الحزب، أدبيتنا موجودة، احنا نعتقد أن التوجهات تحتاج إلى توضيح، إصلاحات، تخفيف بعض الأمور. تكلمنا عن البيروقراطية، نتكلموا مثلا على النظام المالي، نتكلموا عليه كثير. الحمد لله رئيس الجمهورية في قانون عقوبات فات عنده مدة، عاود أعطى حماية ولا ضمانات للمسير، أن يسير البنك لازم يأخذ، نقبل باللي البنكي فيها الريسك، فيها الخطر، يمد القرض، كاين عملية اللي تنجح، كاين عملية تمد لها القرض تخفق، هذه هي الصنعة تاعنا. وتأتي بعدها مطالب بمسح الديون كما لا، مسح الديون لازم نبري وراسنا منه، لأن ما بقاش عندنا باش نمسح الديون، من على وقت واللي كذب تقول نمسح الديون، تمسحت الديون في مراحل ما، عندما خرجنا من الإنعاش، من غرفة الإنعاش باش يعاود ينوض الاقتصاد،
الآن بعد 15 سنة تاع الملايير اللي تحطت في برامج ودي بلان شارج للمؤسسات إلى آخره، الكريدي اللي تعطى الناس، تنسى باللي احنا في الجزائر البلد الوحيد في العالم اللي السعر تاع القرض لو تو ديريكتور تاع لا بنك دالجيري اقل من التضخم 4.5%، التضخم يدور في 5 ان بو بلوس ان بو موان. اكثر من ذلك، منذ 2011 وقرار تاع رئيس الجمهوريه ندعم القرض للمستثمر، اذا كان يدير مشروع يدي القرض 3.5%، صادر في البنك يدي ب 5.5، الدوله تخلص زوج في بلاصتو، واشياء من هذا القبيل، كل تسهيلات. قرض السندي مثلا بيان سور، بيان سور. الناس تعيط لي تقول احنا مثلا في التجمع ماناش متحمسين للقرض الاستهلاكي مثلا، مختلف عن الكثير. لما انا اعطي لي المنتوج اللي يستهلك، منتوج محلي، هل عندنا منتوج ما تباعش باش ندعمه؟ ما عندناش. تخرج الخضره تتباع، تخرج الكسوه اذا كانت عندها شكل تتباع، تخرج. يعني هذا ناخذ نمط في بلدان الناس، هي يقول لك تعاود تطلع لا كرواسونس بلا كونسوماسيون، النمو بالاستهلاك. حنا النمو الاستهلاك فات النمو، نحتاج نكثر المنتوج هنايا باش في مكان المنتوج المستورد نعطي منتوج ذات جوده، في نعطي له الشروط باش يقلع، يعني في ظروف تسهل له شويه الخدمه، دعم القرض، التسهيلات تاع الكود دي زانفستيسمون اللي يعطي الديفيسكاليزاسيون مرحله ما الى اخره، الباقي يمشي مدرجه في قانون الماليه للسنه المقبله. ايضا هناك كان مدرج وجات فيه اشياء اضافيه تكميليه الى نقدر نقول، وقع ضجيج على قانون الماليه، وصلت الديماغوجيه الى حد قالوا ان وزير الماليه يعطى نفسه صلاحيات يغير قانون الماليه في مكان البرلمان وفي مكان رئيس الجمهوريه. انا نقول المواطن الكريم يمشي يطلع الجريده الرسميه عبر كل السنوات، عام 12 وفيه تحويلات من قطاع الى قطاع ولا كذا، تندار بمرسوم، معناه مرسوم معناه بإعاز وبموافقة رئيس الجمهورية. هذه النقطة على سبيل المثال من أشياء اللي قال هام نحاو حق الشفعة، هام نحاو 51-49، هام نحاو كذا. واحد ما يحب الجزائر أكثر من أخوه. ما الذي ستأتي به هاتين القاعدتين، حق الشفعة مثلا والقاعدة 51-49 سيد أحمد ويحيى، للاقتصاد الوطني الجزائري؟ هل من الضرورة أن نحتفظ بهاتين القاعدتين؟ نعم. لماذا؟ لأن حق الشفعة بعنا في وقت ما، لأن حبسنا البيع ب100% من 2009، دخلنا في 51-49، لأن نتكلم عن الماضي. بعنا في ظروف، يا إما نتعلموا الحياة في الدين، عملية إسبات تاع النبا ما كانتش نموذج من نجاح الخوصصة، أول عملية صارت في الجزائر. وإعادة تأميم الحجارة لأن المنطلق كان فيه خلل. إذا حق الشفعة يسمح لك إذا كان راح تتبع حاجة وأنت كدولة ترى أنه من مفيد للخزينة العمومية وليد العاملة إلى آخره، تبقى هذيك الحاجة في الجزائر وما تتغلقش، ما يديهاش الغير، حقك تستعمل حق الشفعة. قاعدة 51-49، الناس تنسى شيء، احنا الجزائر ماهيش محتاجة بالدرجة الأولى إلى مال قارون إلى يومنا هذا، بقد ما هي محتاجة إلى القدرة في تسيير ذات نوعية. 51-49 نهار دارتها الدولة تسمح للشريك يسير هو، لأن 51 تقسمها على زوج أطراف، شركة وصندوق لا فني ولا حاجة، أنا يسير نتعلموا معاه. لكن 51-49 يا أخي الكريم كي يجي وقت الأرباح، أعطيك مثال، كانت شركة جيزي تحول سنوياً 600 مليون دولار، حقها استثمر، قانون عطاله يحول 600 مليون. الآن كي صبحت الشراكة بعد ما من جيزي صبحت في بالكوم والآخرية، ما نعرفش كل التفاصيل تاعها، كي لكن يحولوا إذا كان غدوة فيه ربح، ودائما فيه ربح في هذا القطاع، على الأقل الجزائر تدي 51 والشركة تدي 49، تقاسموا المتاعب ونتقاسموا الأرباح. على ذكر الإنتاج وعلى ذكر يعني رأيكم السيد أحمد ويحيى حول المنتوج الوطني والسوق الوطنية، يعني السوق الموازية في الجزائر التي أصبحت تهدد الاقتصاد وتخلق نوع من الفوضى في
في على الأقل في تسويق منتوج محترم للجزائري. يعني كيف تنظرون إلى سياسة معالجة الدولة أو الحكومة في محاولاتها لإدماج هذه السوق، السوق الموازية، في السوق النظامية؟ شوف، لا، أولا هذا ما يسمى بالسوق الموازي فيه كلام. لازم نتفقوا من البداية أن الدولة، أنا قراءتي مصالح الدولة ومصالح الاقتصاد ما رايش مهدة من شاب ولا شيخ اللي راه يبيع 10 سراول في سوق ولا في شارع، كما يقول لك هو بزنس كما يقولوا بالعامة. الشيء اللي أنا ناخده بالطريقة هذه، حتى المصانع أكثر من 50% تاع الاقتصاد الإيطالي موازي. إذا نجي القاعدة، وين هو الإشكال؟ هل الأمور توقع في الضوء تحت الشمس وقواعد تحترم، أو توقع في الخفا؟ احنا اللي قاتلنا اليوم سير ترافيك، والترافيك الإنسان بروجيس دو كوميرس ويمشي للبنكة ويستورد، يدخلك منتوج. على سبيل المثال راي خوك لا تتكلم معه، كثرنا الكلام عن لي بورساك، ما ميناء خارج مليح إذا كان قادرين أن نراقبه. إذا ما نراقبش بعد يفوت وقت نقول الكونتينر فيه الحجر، ولا الإنسان تعرف الكلمة اللي يقول كيشري طريق الحدود البرية. هذه التصرفات هي اللي تقتل الاقتصاد. إذا نقول لك التغيير وين يوقع، لأن التغيير مش غير قرار رئيس جمهورية ولا حزم تاع الحكومة، لازم الجماعة كل تحس باللي هذا راه نزيف من دماها. قد ما تنقص المداخل تاع المحروقات، والجزائر تحتاج تدخل كل سوردي باش تعطي الدعم للقليل ويسحقه، باش تتكفل بالصحة، باش تكفل بالمدرسة، باش تخلص الموظف، قد ما كل واحد يحرص على إدخال مستحقات اللي لازم تروح للدولة في الضرائب، في الجباية، في الآخرية. وهذه جوهرية فيما يخص المؤسسة اللي تخدم في الصفة، لأن على الأقل تصبح المنافسة نزيهة إلى نقدر نقول. سؤال آخر سيد أحمد. نعم. ويحيى، في الملف الاقتصادي دائما بقي ربما أسئلة قليلة جدا، لأن سننتقل للملف الدولي. سؤال يتعلق بقيمة الدينار الجزائري. سيد نعم. أحمد ويحيى، تراجعت وهو رمز من رموز السيادة الوطنية. نعم. سيد ويحيى، شوف، هنا كذلك هناك كلام كثير قبل قلت للخبراء. قاعدة سهلة يا أخي الكريم، البنك المركزي، بنك الجزائر، عنده زوج كي كل بنك، فيه ديبي فيه كريدي، عنده واش عنده وعنده واش اللي يخرج. قد ما كاين دوفيز، قد ما يخرج الدينار، تطبع على بنك دالجيري الدينار، وهذاك الدوفيز يغطي قيمة الدينار. إذا كان الدوفيز نقصت قيمة الدينار، لازم تنقص باش تعود، يعني سي اوتوماتيك باش يصبح توازن، ما فيها لا قرار تاع بنك سياسة. سمعت خبراء انترقيمي قال السياسة، الحكومة ما لقات سياسة إلا تاع تخفيض سعر الدولار. كي كان الدينار، كي كان المدخول تاع الدوفيز يمشي ويزيد، وصلنا حتى الحمد لله ذاك الوقت 193 مليار دينار دولار، الآن رانا في 150 وشي حاجة. ما سحبناش الدينار، ما نقدروش نسحبوها، راه في حسابات الأشخاص، راه في ميزانية الدولة. إذا باش يوقع توازن السومة تنقص. هذا بغض النظر على كيش نقول لك، التغيير الأسعار تاع العملة الصعبة ما بينتها، ما بين الدولار واليورو إلى آخره، ونقول للمواطن باش يكون يعني على دراية وما يبقاش دائما ينتقد بدون فهم الموضوع. إذا كملت الأوضاع كما راهي، معناه المحروقات في السعر اللي راهي فيه، والاحتياطي الصرفي يمشي وينقص، سعر الدينار يمشي ويزيد يحبط. يعني اليوم كنا في بداية العام وقيلة كان الدولار يسوى قرابة 80 قريب 90 دينار، الآن راه في 100 وشي. إذا كملت الأمور كما راهي من نهاية 2016 بلاك يوصل 100 وشي بزاف. أسئلة باختصار سيد أحمد ويحيى، في الملف الاقتصادي دائما، ما رأيكم في كإجراء يعني يتخذ في ما يتعلق بالاستيراد، رخصة الاستيراد؟ نعم. التي أنا رحب بها، رحب بها لسببين. السبب الأول توضح السوق، السبب الثاني تقلص من الاستيراد. هل يجب أن نبقي على القرض السندي سيد أحمد ويحيى؟ ولماذا لا؟
دعم المؤسسات سواء اقتصادية عمومية أو خاصة، كيف سيتم دعم هذه المؤسسات من أجل تشجيع تنافسيتها وتنويع الاقتصاد سيد يحيى؟ الدعم احنا نشوفوه في وضع الشروط لتسهل العملية، دعم القرض مثلا كما موجود حاليا، دعم تخفيض ضرائب للاستثمار لينطلق جديد ولا استثمار يوسع حتى عند الشركات العمومية. أما الدعم إذا سمحت لي العبارة تاع سياسة البيبرو، قال مسح من ديونية وقال أعطي له ما نضجش ما تديش بعيد. هناك من طالب باستعادة 5 ملايير التي أقرضتها الجزائر للصندوق النقد الدولي. هذه نعطيك فيها توضيح، 5 ملايير ما خرجتش، ما زال في احتياط الصرف، لأن الجزائر التزمت إذا كان صندوق النقد الدولي في حاجة يسحب منها. نظن على مدة يفوت سي محمد الكساسي المحافظ للمجلس الشعبي الوطني يسألوه، حسب علمي 5 ملايير موجودة في الحساب، يعني لا مستناو وهم تاع 5 ملايير تجي باش هذيك 150 ولا 155 مش عارف الرقم الدقيق، كأمين عام ما نعرفوش، قال نزيدوا له 5 ملايير، لا 5 ملايير هي الداخل. سيد أحمد ويحيى، أداء منظمات أرباب العمل في الجزائر كشريك اقتصادي للحكومة ضروري، ضروري، لأن هما اللي حاسين بحاجيات القطاع الاقتصادي. وأنا من الناس اللي هللت بميلاد الفورم دي شيف دانتربريز في النوع الثاني منتدى المؤسسة، علاش؟ لأنه موجود في السابق، السابق ربما ما كانش عنده الفعالية اللي راه عنده درك، وأملي إن شاء الله، وهذا كنت كمسؤول في الحكومة عملت عليه، أن نصل إلى إقناع كل المنظمات تاع أرباب العمل تجمع بعضها بعض، لأن قضيتها قضية واحدة وهي خدمة حقوق أو كيف تترقى المؤسسات، وفي الواقع كيكون كذلك الحوار مع الخارج كيف نخدم الاقتصاد الجزائري. شكرا لك سيد أحمد ويحيى على كل هذه التوضيحات في الملف الاقتصادي. نبقى دائما في هذا الحوار الحصري والخاص، نعود إلى مواصلة أو طرح الأسئلة فيما تبقى من هذا الحوار أو لقاء الحصري على قناة الجزائر نيوز والملف الدولي بعد هذا الفاصل. نجدد ترحيب بكم مشاهدينا الأفاضل في هذه الفقرة من هذا اللقاء الخاص مع السيد أحمد ويحيى الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي بالنيابة. سيد أحمد ويحيى، نبدأ أسئلتنا في الملف الدولي بآخر ما شهدته المنطقة المحيطة بالجزائر، مالي، اختطاف لرهائن، احتجاز لرهائن من جنسيات مختلفة، قتلى، يعني وكأن مالي لم يعد بها الاستقرار، يعني ما تعليقكم سيد أحمد ويحيى حول ما يحدث في مالي بالضبط؟ أولا باسمي الخاص وباسم إخواني في الحزب نعبر على تضامننا مع الشعب المالي الشقيق ومع عائلة الرهائن إلى كل أو حتى الضحايا من دون شك. الجزائر عانت من الإرهاب مدة طويلة، وكان للجزائر خطاب في التسعينيات نقولوا فيه أن الإرهاب ما عنده لا جنسية لا يعرف الحدود. فقط في ظرف أسبوع الإرهاب ضرب في بيروت، ضرب في باريس، ضرب اليوم في باماكو، إلى نقولوا يا ما تقبل ضرب في لبنان، ذكرت لك بيروت، ضرب في تركيا، إسقاط طائرة روسية في مصر، إسقاط الطائرة الروسية في مصر. معناه الإرهاب آفة تاع القرن 20 والقرن 21 تغطات بالإسلام اللي هو باري منها. وهذا ما يعنيش أن بلاد ضعيفة إذا كان ضربت بالإرهاب أسبوع قبل اليوم، إحدى القوى الخمسة في العالم فرنسا دفعت ضريبة وعبرت الجزائر وعبروا الأحزاب الجزائرية على مؤازرتهم للشعب الفرنسي وتضامنهم مع فرنسا أمام هذه الآفة. وأنا نرجع بالدرجة الأولى لوطننا، عندنا جيش قائم بالواجب وحارس الحدود، عندنا جيش وشرطة ودرك قائمين بالواجب في مكافحة الإرهاب واليقظة داخل البلاد. لكن مكافحة الإرهاب تحتاج إلى طرف آخر وهو جوهري، والمواطن، المواطن باليقظة تاعه، لأن الباقي نشوفه انضربت أمريكا، انضربت بريطانيا، انضربت فرنسا، انضربت الجزائر قبلهم،
إذن إضافة على الشيء اللي نشوفوه ونتأسفوا منه ونتآزروا مع ضحاياه والجار المالي، هذا يعود يرجعنا للجزائر مش بالدرجة الأولى، ناشد نفسنا كلنا لليقظة وللوعي لإعطاء يد المساعدة والمساندة بالخبر بكل ما هو عادي في هذا الأمر لقواتنا الأمنية وقواتنا المسلحة المرابطة على الحدود الجزائرية في كل جهاتها، وبالأخص في الجهة الشرقية سيد أحمد ويحيى، الحدود مع ليبيا التي تعيش وضعا أمنيا مترديا وصعبا أيضا، وضعا انعكس على الظروف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية لهذا البلد الشقيق الجار سيد أحمد ويحيى. الجزائر كانت في وقت قريب تحذر من عواقب ما كان يسمى بالثورات الربيع العربي والتدخل العسكري في ليبيا أيضا. بطبيعة الحال الربيع العربي احنا كنا نسموه، لأن ربما الأحزاب السياسية تحس بنفسها في حرية أوسع من السلطة في التعبير على أمور وقعت في بلدان كدولة، ما نحبش ندخل في أمور الناس. كنا نسموه نكسة عربية ماهوش ربيع عربي، ومع الأسف ونقول مع الأسف الأحداث ثبتت أن كلامنا كان حقيقي. الآن ليبيا جار، ليبيا شعب شقيق، ليبيا آزرنا في ساعة المحن في المقاومة ضد الغزو الفرنسي. الشيخ أمود في بلادنا كان رفيق الشيخ عمر المختار في مكافحة الغزو الاستعماري في القرن الماضي، وفي ثورة نوفمبر أعز ما كسبته الجزائر هي المصالح الاستخبارات تاعها كانت في طرابلس قاعدة ديدوش مورات، هذا دليل على يعني تضامن أشقانا في ليبيا والجار كما نقولوا في ديننا والصالح النبي. وانت بلاد عندك معها 900 كيلومتر حدود، ساعات الجزائر ومزارات ساعة باش تساهم في أو تشجع الليبيين، لأن الحل داخلي للوصول إلى مصالحة ما بيناتهم الخروج بحكومة واحدة وموحدة انتقالية تتكلم باسم ليبيا، وثم في الأفاق الحفاظ على وحدة ترابية ليبيا ووحدة الشعب الليبي إن شاء الله. هذا نتمناه لهم من صميم القلب كأعتقد كل الجزائريين، ونتمناه كشعب جزائري لأن مربوط بأمننا مربوط باستقرارنا كما تفضلت. لنا آلاف وآلاف من أعوان وعناصر الجيش الوطني الشعبي على الحدود، لنا كذلك شعبنا في الجنوب دون شك مجند، لكن أحسن حماية للجزائر هي عودة الاستقرار في ليبيا في حدودنا الشرقية اللي نتكلم عليها. سيد ويحيى، الحرب على الإرهاب، الحرب العالمية أو الدولية على ما يسمى بالإرهاب الآن هي على أراضي عربية مسلمة، سوريا إحدى هذه الأراضي، يعني كيف تتابعون هذا التحالف الدولي الذي يحارب الإرهاب ما يسمى بالإرهاب في سوريا، وهذا البلد العربي الشقيق الذي يجزأ وفق كما قيل يعني قال محللون وفق أجندة محكمة التصدير؟ شوف إذا سمحت لي نأخذ ثواني بعد ما عشنا آلامنا إحنا كجزائر، نشوف وش راه وقع في العالم الإسلامي، العالم العربي الإسلامي. تلت قلاع لهذه الحضارة، دمشق أموية، يا ربي تبقى سوريا محفوظة، بغداد العباسيين قسموها هاي مازالها تتخبط باش تلم شملها، مصر المماليك، لأن في حضارتنا الإسلامية بعد الأمويين والعباسيين كانت واحد الوقت المماليك، كذلك راهي عايشة جهنم، نتمنوا لهم كل خير. هذا يخلينا نقول أن أولا الحروب هذه ماهيش حروب ذاتية، ولو ربما من حين إلى آخر تلقى أسباب داخلية لاستغلت. الناس اللي يقول لك لازم يمشي النظام الأسد، ماش أنا باش ندافع على نظام الأسد ولا ننتقدوا نظام الأسد، هناك من يطالب برحيل الأسد. نقول أن الشعب السوري سيد في أموره، سرى واش سرى في العراق، تقرأ اليوم تشوف مثلا في قنوات غربية فرنسية، لأن الآلام اللي عشته باريس خلى موضوع الإرهاب صباحا ومساء، قال داعش هذه عندها دبابات. منين جات الدبابات تاع داعش؟ الدبابات تاع داعش جات من فقدان دولة تسمى العراق، مرحلة ما جيش العراق تكسر، حزب البعث بغض النظر على السياسة، جاءوا جماعة أمريكيين كل ما كان مع الأسد مع صدام كان لازم يروح، النتيجة هذه هي، وزادوا شعلوا النار حرب عقائدية سنة وشيعة،
كسروا سوريا تحت الحصار والضرب، توسعت الرقعة يعني موجودة في ليبيا كذلك. إذن هذا يخلينا نقول الإرهاب إرهاب، الإرهاب حتى إذا وقع في دولة مسلمة ولا في دولة عربية يبقى إرهاب. وما نعتقدش أن هناك جزائري واحد اللي باسم الدين احنا كلنا لا إله إلا الله محمد رسول الله كنا مسلمين باسم الإسلام يبرر الإرهاب حاجة، لأن الإسلام هو الضحية الأولى تاع الإرهاب. والمسلم لو كان نعدوا عدد الضحايا اللي ماتوا على يد الإرهاب اللي يمشي بلواء الله أكبر وحاشا الإسلام، ربما العدد يساوي 60 ولا 1000 مرة العدد تاع الناس من ديانات أخرى. إذن العملية اللي وقعت خلينا مرة أخرى في الجزائر لازم نتفطن لهذه المخاطر، لأن هناك مخطط ما جيناش احنا نقولوه خرج في 1982، مخطط موجود اليوم مع انترنت تمشي تلقى كلش، تقسيم العالم العربي طرف بطرف. هل هذا المخطط راه ماشي؟ يمكن ان نقول نعم، لكن اذا كانوا احنا باش بداو بينا ضربونا احنا، علاش ضربونا نص دقيقة كذلك؟ إلى نشوفوا الكفاح من أجل الإسلام، شعبنا كان في كل معارك من أجل راية الإسلام، سواء الكفاح ضد الصليبيين سواء حتى في 48 خسروا في المشرق النصرانيين، جاءوا تحالفوا في أوروبا خرجوا المسلمين من إسبانيا ولا بينانسول إيبيريك بصفة عامة. كان الهدف الأول تاعهم هو شواطئ شمال إفريقيا ينفيوا منها الإسلام. الجزائر تقرأ تاريخها كافحت على 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 راية دين الإسلام حتى دفعت ب كيش نقول لك مقومات الحفاظ على استقلالها. كيفاش تستعمرنا؟ كنا في ما يسمى آنذاك دار الإسلام، كنا قوتنا البحرية، كنا سلاطن البحر. صارت معركة تاع لي بونت، مشات الأسطول تاعنا سلك نص الأسطول العثماني. صارت معركة نافارا، راح الأسطول تاعنا، بقاونا ثلاث بواخر. 1827 بداو داروا لنا الحصار، 1830 صدموا علينا. هذا ماهوش دوك باش نخبش في التاريخ، لكن التاريخ ينور. شوف التاريخ والجغرافيا تنور واقع الشعوب ومستقبل الشعوب، أي شعب كان بما في ذلك الشعب الجزائري. نعم سيد أحمد ويحيى، في قضية الاستعمار التي هي ربما من بين الأشياء التي استشفينا من كلامكم، الآن في القارة السمراء ما زال هناك استعمار يقع تحت طائلته الشعب الصحراوي. نعم. يعني هذا الشعب الذي يعاني ويلات الاستعمار. والشرعية الدولية ربما معطلة إلى غاية أن يتم تفعيل دور المينورسو. والمبعوث الأممي كريستوفر روس إلى المنطقة منع مؤخرا من دخول الأراضي المحتلة. يعني ما هو تعليقكم؟ وفي المقابل هناك تحامل مغربي على الجزائر. شوف احنا في قضية الصحراء الغربية بطبيعة الحال موقفنا في السياق موقف دولتنا، لكن موقفنا ينبثق كذلك من قناعة جد راسخة ومن الإشارة إلى زوج حقائق. هذا الشعب اللي نفتخر أننا ننتمي إليه، الشعب الجزائري العظيم، ما نقولكش حرر استقلاله بسلاح، فرض على العدو آنذاك أنه يخرج من بلادنا. قبلنا نمشوا للاستفتاء اتفاقية إيفيان. وعلاش هذا الاستفتاء؟ هذا تقرير المصير. هناك لائحة هامة في الأمم المتحدة 15-14 تاع سنة 1960 تكتبت بدماء شهدانا الله يرحمهم. إذا نقدس تقرير المصير، حق تقرير المصير للشعوب، وهذا طالبنا يوقع في الصحراء الغربية مثل ما دافعت عليه الجزائر في السبعينيات في بيليز إلى آخره. الحاجة الثانية تأتي مباشرة إلى مصالحنا الوطنية. الجزائر ما تقبلش بتحويل الحدود بفعل القوة، تغيير الحدود بالقوة. جارنا المغرب ظن غير حدوده ووسع نفسه بما سمي بالمسيرة الخضراء.
هذا موش هذا مش رعية دولية. مشينا معاهم المحكمة الدولية الكور انترناسيونال جوستيس، كنا موقعين على اللائحة اللي جات من لاسومبلي جينيرال تاع لوني باش تمشي القضية الأمم المتحدة للمحكمة هذه. والراحل هواري بومدين الله يرحمه، والرئيس شادلي نهاري الله يرحمه، والرئيس عبد العزيز بوتفليقة الله يطول في عمره، كلهم قالوا نفس الخطاب، يقرر الشعب الصحراوي مصيره ويكون واش يحب. إذا حب يكون مغربي الجزائر هي تكون الأولى اللي تهلل بها. الآن هذا الموقف يحرض جيراننا مغاربة، الشعب المغربي يبقى شعب شقيق، لكن لنا تصور يختلف. وأعتقد أن الجزائر مادام بقي جزائر ما تقدرش تتخلى على حق الشعوب لتقرير المصير، وما تقدرش تقبل في حدودها تحويل الحدود بفعل القوة وليس بقاعدة شرعية. ما هو تفسيركم لتحامل الملك المغربي على الجزائر في كل مناسبة، يعني يحاول الزج بالجزائر وإثارة قضايا غير موجودة، قضايا وهمية مثل قضية منطقة القبائل وما إلى ذلك؟ هذه شوف، أولا الأشقاء في المغرب باغيين يبدلوا قاعدة المعطيات للقضية، قال المشكل مع الجزائر. هذه التاريخ حتى نهار تأسست الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ما كناش الأول اللي استعرف بها، موجود هناك شعب. اثنين، مادام ناور قد ما ناور ما قدرش يغير وقائع، وانا الملف راه في الأمم المتحدة من ملف تصفية الاستعمار. الآن وصلنا لعملية الابتزاز، وهنا بارك الله فيك على سؤالك، لأنه يسمح للمواطن الجزائري المتفرج باش ربما يقرأ بعض الحقائق بقراءة أكثر يقظة. اليوم على سبيل المثال ابتزاز في غردايا، ونعرف في الصحف رأي في انترنت كيف كانت يد أجنبية. قضية الماك تكلمت عليه في ندوة صحفية، قال لك شوف شوف قرص على فلان. لا، أنا فلان حتى كي كان يتكلم على حق الاستقلال الذاتي وكذا وكذا ما على باليش به. اليوم الماك يتكلم على تغييب الجزائر، لالجيري دوا ديسبارات. هنا باش نوضح لك باللي الجماعة اللي هلوا به، تكلمت على الرباط، كيقول لك لازم نساندوه حبا فيه، قال محسوب نحط الجزائر في تناقض ما بين قضية الصحراء وقضية منطقة القبائل. يمشوا لمنطقة القبائل كل ولايات الأمازيغية في البلاد إلا كان ماشي في الطرح، بل أكثر من ذلك. كي وصلت غياب الجزائر نقول لك ربما القضية فاتت الحدود تاع المغرب العربي ولا شمال أفريقيا، وصلت لعدو اللي احنا ما زلنا البلد الواحد، البلد الثاني احنا وسوريا ما زلنا شرعا في حالة حرب معه وهي إسرائيل. وراك تقرأ، مشي للإنترنت تلقى شكون راه يتلاقى وشكون راه يدعمه وشكون راه كذا. هذا ما وش دق بش كما قال الآخر نحشو ننطلقوا حرب صليبية عليه، لا، فقط الجزائري احنا كمواطنين كسياسيين كحزب نقول لازم نوعي الناس، والناس تعرف الحقيقة، ومن دون شك الناس تعرف الحقيقة. كي يتعلق الأمر بالجزائر ما نزيدوا على حتى واحد، الجزائريين كلهم يحبوا وطنهم. اللي صبح عميل ومشاي باش يكسر بلاده عاش عميل يموت عميل. بما أنك عدت إلى الجزائر سيد أحمد ويحيى في خلال إجابتك على الأسئلة، نطرح ثلاث أسئلة باختصار في ربما بقية دقيقة أو دقيقة ونصف. متى سيعقد مؤتمر التجمع الوطني الديمقراطي؟ هذا سؤال. يعقد في السداسي الأول تاع 2016. أولا نقول لك أنا بعد ما مشيت أنا الحزب قاعد عام باش دار المؤتمر، أنا يمكن مدام الهيئة اللي عندها الصلاحية في الموضوع المجلس الوطني اتفق عليه بطينا في العملية، لأن كنا في الحديث جبدنا المنافسة على الصينة، نخلصوا المباراة مع الآخرين ومن بعد نظموا أمم. سؤال آخر، ما هو آخر كتاب أو يقرأه الآن سيد أحمد ويحيى بما أنكم معروفون بحب المطالعة؟ الكتاب الأخير الذي نقرأ فيه حاليا هو السيد حافظ يحيى
الجزء الثاني من مذكراته على المسار اللي كان شارك فيه والأفافاس وكذا. سمعنا أن السيد أحمد ويحيى المعروف بنهمه في التدخين بأنه أقلع عن هذه العادة، هل هذا فعلا وقع سيد ويحيى؟ الحمد لله، هذه 5 سنين تعنينا منه. تمارسون رياضة سيد ويحيى؟ نتمنى لكل من يدخن يوصل يجي نهار يتبي يتخلى عليه. الرياضة الذهنية ولا انتليكتوال، وي الرياضة الجسدية إن شاء الله مبرمجة. شكرا جزيلا لكم السيد أحمد ويحيى الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي، نشكرك جزيلا الشكر على كل ما قدمتموه، ورحابة الصدر وإجابتكم على كل الأسئلة التي طرحناها. نشكركم أيضا مشاهدينا الأفاضل على صبركم وعلى ثقتكم ووفائكم لقناة الجزائر نيوز. نلقاكم بخير والسلام عليكم.